ايوه يا باشا موجود عندي في المحل. بيشتغل محامي ومربي سكسوكه. عيب يا باشا، هو انا اول مره يعني يا باشا. بس يلا بقى يا مرشدي، السرغه هتنشف. طب بالاذن يا باشا كده، علشان الزبون استعوالي. يلا سلام سلام. لا مؤاخذه، كنت بكلم خالي. لا ما حصلش حاجه. مساء الخير. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ده ايه النور ده كله؟ الله يخليك نعيما مقدما يا اخ. الله ينعم عليك. الله يخليك، نورتنا يا باشا والله. مقابلتك حلوه ومحلك جميل، ربنا يبارك يا رب. ربنا يخليك. اشكرك اشكرك. لا والله ده انا مش مصدق نفسي. ليه ليه ليه؟ انا حاسس اني بحلم. انت ما بيجيلكش زباين ولا ايه؟ لا لا، بالنظافه دي ما بيجيليش. حبيبي حبيبي. ممكن تتفضل معانا من غير شوشره؟ طب ممكن البس هدومي؟ لا انا عايزك بملايه، عايزك متلبس. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مرشدي. حسبي الله ونعم الوكيل. في مشاكل ولا لا حاجه؟ لا لا مفيش حاجه، ده البوليس وياخد واحد كده كنت ارشدت عنه. انت اللي مبلغ عنه؟ ايوه. ربنا يديك الصحه. نورت يا باشا. شكرا. خلينا في موضوعنا بقى. انا مش مصدق نفسي. الله يخليك. شعر ولا دقن؟ لا ان شاء الله ستر. ستر؟ بقالي فتره اسبوعين ما حلقتوش، مش قادر اقول لك، مش عارف اقفل القميص، فعايزك تهندمه لي كده لو تكرمت. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا عمري ما شفت كده قبل كده. ولا هتشوف، ولا أنت تقريبا. ده يعني إحنا تقريبا العيلة الوحيدة على مستوى العالم اللي ربنا أكرمنا بالموضوع. مش أنت الوحيد اللي كده؟ لا لا لا، العيلة كلها. العيلة كلها كده؟ بس مختلف الحقيقة، يعني كل واحد هو نصيبه بقى يطلع له الشعر فين. يعني عندك أبويا الله يرحمه كان بيطلع له في كورة هنا كده، يعني فتلاقيه يمشي عارف. بتفيده برضه في الحر، يعني ربنا بيبلي وبي الحمد لله الحمد لله. اخواتي البنات تقريبا قرع بس ماشي. لا بيجيبوا بقى وبوريك ولا حاجه، بنوفر لهم احنا، تاخد من اخوها من عمها من عارف حاجات كده. الحمد لله. بس انت كده يا باشا هتتحسد. والله انت، والله انت راجل طيب. انا محسود اوريدي مش بتحسد. مش قادر اقول لك كل نجوم المجتمع، خدها عندك. فنانين، مطربين، لعيبه كوره، فريق السكواش ابتدوا يكلموني، بتعمل الشعر ده ازاي؟ يا جماعه احلف لهم والله ما بايدي، محدش بيصدق، بس الحمد لله ربنا يحفظنا. انا عايزك بس يعني ايه تفرده لي فرده بالسشوار لحد قبل السره بقرتين عشان اللوست ارجوك. انا الاثنين يا باشا. انت راجل طيب وانا حبيتك. انا مش عارف ابدا منين بس. لا يعني لا لا، تبدا ايه؟ اوعى تعمل كده. لا لا، ده ما تحطش عليه مكان، ده اثار، اعتبره اثر من الاثار، يعني هو بايدك ويا دوب انا ابقى معاك كمان. الله يخليك. طب يا باشا تحت امرك يعني. انا اللي تحت امرك. بس معلش يعني قبل ما افكر هبدا منين. هعمل مكالمه صغيره. انا مستعجل اطمن على الحاج عشان خاطري، اصل هي تعبانه شويه. معلش الامهات كلهم بيتعبوا وبيبقوا كويسين. دقيقه واحده ارجوك، هتعطلني كده. ايوه يا باشا لقيته. ايه ده؟ شعر صدر كبير قوي يا باشا. ده انت هتلاقي معجزه، حاجه عظيمه. تعالى بس ما تتاخروش، وحياه النبي ما تتاخر. ها؟ لا لا بقول لك، بس يا ريت، انا نفسي اتصور معاه والله. بس بس ماشي يا باشا. اتصور معاه بس اكمل بس. ماشي ماشي يا باشا. لا يا باشا، ما انا عمري اتاخرت عنك ولا كتبت عليك في حاجه. موجود والله. هات انا اقول له، هات انا اقول له. انا موجود يا فندم. انا موجود. لا لا، الراجل ده مش كذاب. اوكي اتفضل اتفضل. شكرا على التعاون الجميل ده. انت بلغت عني صح؟ انا بص، الفكره عجباني، حلاق ومرشد وبيرشد عن زباينه. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل مين بعد كده؟ اهو بيقبضوني كويس. ربنا يديك الصحه. هنعمل ايه؟ المحلات دي ما بقتش تاكل عيش. طب ما تيجي شويه كده قبل البوليس يجي. كله بقى يقول لك بيوتي سنتر مش عارف ايه. خربوا بيتك. خربوا بيت، الله يخرب بيوتك. معلش اتفضل، ده لسه حسابك عند ربنا. استنى تعالى. اتفضل يا باشا. اتفضل اتفضل اتفضل. قبل ما يتوبوا علينا يا باشا. انا مش عارف ابدا بايه ولا ايه، مش عارف مقص ولا مك. يا سلام، ايه يا الفكاكه دي يا غبي؟ ما انت لسه قايل لي انت عبيط ولا ايه؟ يا حضر الظابط، انا اللي قلت لك انا جنبه، مش حضرتك جاي تقبض عليا؟ ايوه. امال ايه الحركات الاونطه دي بقى؟ مرشد وخايب وخاين، ده انت رهيب رهيب. انا تحت امرك يا فندم. طب يلا بينا بقى عشان ميعاد الاسم. لا لا لا، تحت امرك، مع السلامه. بص رغم ان انت يعني بشع، لكن الفكره عجباني، الفكره عجباني. عشان انت مش مرشد بس، مرشد غبي كمان. هتحلق من اخواتك بعد كده. جاتك خير يا باشا. اتفضل يا فندم. ربنا يخليك. اتفضل يا فندم. يا سلام. اهلا وسهلا، اهلا، اتفضل يا باشا. يا باشا تشرب قهوه يا باشا عشان تهدأ اعصابك يا باشا. مش عايز قهوه، انا عايزك تجيب لي الواد اللي بره ده، ليا شوق كده اشرب من دمه.
نفسي اسالك سؤال يا باشا، ممكن تديني الشرف ده يا باشا؟ طبعا اديك. اسال يا محمد، اسال. ليه يا باشا المتهم ده بالذات حطه في دماغ سعادتك يا باشا؟ بصراحه يا محمد انا متعقد من الواد ده. متعقد منه؟ بص يا محمد، هو ده السبب الرئيسي يا محمد. ما عنديش ولا شعراية في صدري. انا اجرودي، اجرودي. انا ايه؟ اجرودي. اخلص يا محمد، انا بس اللي اقول اجرودي. حاضر يا باشا. بصراحة دلوقتي انا برد. ثواني. سرعة. ثواني يا باشا. خش يلا. اقعد. اهلا يا عسل. منور. تشك. هات لي عيال الطلبة اللي بره بسرعة. أمرك يا باشا. خش أنت. هو طلب يا باشا. يا فندم أرجوك أنا بتأذي، سوري يعني. إيه يا حبيبي أنت أهو؟ مين اللي أذن لكم إنكم تربوا شعر صدركم؟ إيه؟ بلد سايبة يا حبيبي ولا إيه؟ محمد أمرك يا باشا. العيال دي تتنفخ. نفخوا يا باشا. بسرعة. حاضر يا باشا. قدامي. وأنت راجع هات لي مكوة الشعر معاك يا محمد. لا أرجوك يا فندم أتوسل إليك، إلا مكوة الشعر. أنا ممكن أنتف شعر صدري قدام حضرتك شعراية شعراية، بس المكوة لا. مش عايزك تجيب سيرة شعر صدرك قدامي. أنت بتعمل إيه؟ أنت ليه بتمسكني من إيدي اللي بتوجعني؟ ليه؟ أنت مش عارف إن أنا أجرودي هذا ولا إيه؟ سوري والله أول مرة أتشرف بفتحة قميص حضرتك. بعدين حاجة بتاعت ربنا يا فندم. أرجوك يا فندم أتوسل إليك، سامحني سامحني وخلينا أروح. عايزني أسامحك؟ هسألك شوية أسئلة بس لازم تجاوب عليا بصراحة وبشفافية. بصراحة وبشفافية. هنا صراحة. تبقى هنا إيه؟ شفافية يا فندم. وأوعد سعادتك إن أكون مرشدك الخاص وأكون الكلب الوفي بتاع سعادتك. قولي يا حبيبي، عمرك ما أخدت هرمونات عشان شعر صدرك ده هيطول؟ لا بصراحة، بس أنا أسمع كانت ماما تقول لي وأنا صغير رحنا جنينة الحيوانات فحضنت غولة، بس أنا مش مقتنع بموضوع الغولة ده بصراحة. غولة المكان؟ جنينة الحيوانات. السؤال الثاني، عمرك حصل لك أي حاجة غريبة، حاجة عجيبة؟ مش متذكر، بس أفتكر وأنا عندي 3-4 سنين كنت بايت عند تيتا في حلوان وسخنت. أفتكر إن أنا سخنت جدا في الليلة دي وصدري حرقني قوي من هنا وهنا. قمت لقيت حوالي بتاع 16 شعراية هنا وهنا حوالي 26-28. شربت حاجة قبل ما تنام؟ شربتش يا فندم. تيتا ما كانتش بتحب اني اشرب حاجة عشان ما اعملش بيبي على روحي. ولا اكلت حاجة؟ ولا اكلت يا فندم. يعني تيتا في حلوان 14 شعراية و12 شعراية. السؤال التالت، لو خيروك من حد عزيز عليك قوي وبين شعر صدرك، تختار مين؟ خص عليك يا فندم، شعر صدري طبعا، ده هو اللي فيه الشغل كله حضرتك. وبتقولها تاني، بتقولها تاني، قلت لك 100 مرة أنا أجرودي يا محمد. محمد بلاش محمد، بلاش محمد، بلاش محمد، حبسوني على شعر صدري يا مصريين. إيه النور الجامد ده؟ هم عايزين يعموني ولا إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. انتوا ايه، انس ولا جن ولا انتوا مين؟ ادم. نعم. انا كائن فضائي. كائن ايه؟ فضائي. اهلا وسهلا، تحت امركم. بص يا ادم. ايه؟
بمقاييس كوكبك انت انا ست، لكن بمقاييس كوكبنا احنا انا راجل. عادي براحتكم، ماليش دعوه بمقاييسكم. انتوا عايزين مني ايه دلوقتي؟ ادم امري، احنا جايبين لك دعوه في اي بي لزياره كوكبنا. وكوكبكم ده فين ان شاء الله؟ كوكب الدكوره. كوكب ايه؟ الدكوره. انت اسمك ايه يا اخ؟ خالد. في حاجه؟ لا مفيش حاجه. وحضرتك؟ كريم. اهلا استاذ كريم، امروني انا خدامكم، في حاجه ما اقدر اعملها؟ بص يا ادم، انت لو فضلت في المكان ده اكتر من كده امن الدوله هيخلصوا عليك. ويخلصوا عليا ليه؟ انا عملت ايه في حياتي؟ ادم. نعم. اديني ايدك لو سمحت، احنا فعلا محتاجين لك. ما عندناش اي استعداد ان احنا نفرط فيك في المرحله الحرجه اللي بيمر بيها كوكبنا. بصراحه قلقان منكم وقلقان من كوكبكم، ما تزعلوش مني يعني. ادم. يا دي ادم كرهتيني في انا كائن فضائي. حاضر. اديني ايدك لو سمحت، هات ايدك يا ادم، مفيش وقت اشرح لك. خلي المكوى. يا لا مكوى ايه؟ هات ايدك يا كريم. هات خلي. مبسوط يا خالد؟ مبسوط. انت متجوز؟ لا. عادي يا عم. ايه ده؟ مستر ادم، مستر ادم، بجد بجد دي زياره كريمه جدا، وانا نيابه عن المسؤولين في كوكب الدكوره بنحترم زيارتك دي جدا وبنعتز بيها. معاك جمال السيد احمد، مسؤول العلاقات الدوليه للكوكب. اهلا اهلا يا استاذ جمال، اهلا وسهلا. والله يعني متشكر على حسن الاستقبال يعني، بس انا مش فاهم حاجه. انا مش هطول على جنابك، بس زي ما سيادتك شايف الشبان عندنا في الكوكب عندهم نقص في الهرمونات. نقص في الهرمونات؟ لا واضح بصراحة، أنا مش فاهم إذا كنتوا رجالة وأنا نسوان. كوكب عجيب يعني. للأسف إحنا دورنا في جوجل على مين أكتر حد عنده هرمونات زيادة، واكتشفنا إن بسبب شعر صدر حضرتك أنت حطمت الرقم العالمي الهرموني. أنت رمز للرجل المشعر يا مستر آدم. ربنا يخليكم، دي حاجة بسيطة يعني، وبصراحة يعني أنتوا ناس ذوق، وأنا عايز أعمل معاكم واجب يعني، واجب بسيط يعني. الله، لا أنا بحس بالنعمة اللي ربنا إداها لي مرة كمان. ده احنا عندنا في الارض ده متلتي الحاجة تقرف يعني. الشبان عندنا مش عارفين يتجوزوا، هينفردوا. عشان كده احنا فكرنا لو حضرتك تبشر لنا شوية شعر نحللهم، يمكن نقدر نوصل للمادة اللي تتفاعل مع هرموناتنا. بشر شعر الصدر؟ فك يا خالد. كده احنا دخلنا بقى بيزنس يعني مصلحة. هتدفعوا لي كام؟ ندفع لك كام؟ مفيش اكبر من مصلحة كوكبنا ومستقبله. بلا كوكبك ولا مستقبلك، وده شعر الصدر هتبشروه يعني ايه؟ لازم اخد فلوس. هنعمل لك تمثال. تمثال؟ لا ما ياكلش معايا الاونطه دي يا حلوه. خلاص يا سيدي، هنالف لك كتاب الكتروني ونوزعه على سكان الكوكب. احرقه وارميه في البحر، انا عايز ماني فلوس. هندي لك 10%. 10 ايه؟ في المية. طب وكده؟ ممكن اديك 15%. طب وكده؟ 30%. طب لو لمست شويه؟ كده تبقى 50%. بصي، انا ليا طلب تاني بقى بصراحه، ممكن تكبش لي الكبشه ليك لوحدك وتديني لفه بالبتاع دي؟ بس مش هينفع. هلف لفه حوالين النسوان ولا الرجاله اللي انا مش فاهمهم دول واديهالك تاني على طول. لا مش هينفع خالص. طب بالسلامه بقى، انا عندي مشوار في زحل. تعالى هنا يا حبيبي، هو انت فاكر دخول الحمام زي خروجه؟ زي خروج. ايه اللي زي خروج؟ يا عتريس هات المبشره. مبشره؟ ده انا مش شفتلكوش راجل من ساعه ما جيت هنا. هوريك الرجوله دلوقتي. ايه هتمشوا لي شعر صدري؟ ده انا اقطع رقبيكم كلكم. اوعى على بس استقبال، اوعى ولا انت وهي. يا نهار اسود، يا نهار. راح فين؟ يا نهار اسود، هقول لهم ايه؟ هقول لهم خدوا شعر صدري وعملوا بيه ايه؟ يا نهار اسود، شعر صدرك راح، يا ليتك السودة يا ابن صبرا الصبارة. هقول لهم ايه؟ هقول لهم خدوا شعر صدري وراحوا بيه فين؟ طب لما امن الدولة ولا البلد يعملوا كده مقبولة، لكن ناس من كوكب تاني مش فاهم رجالة ولا نسوان. خسارتك، خسارتك يا ادم، يا خسرتك يا آدم. خدتوا شعر صدري يا كلاب، يا كلاب. بصراحة أحسن، ده كان أوفر، كنت عامل زي الغوريلا، كنت كل يوم أصحى أسرح شعري وأسرح شعر صدري، كنت بكسف أنزل البحر كده حلو، بقيت شاب روش عادي، شعر صدري بالزفت. أيمن مولاي يا شهرباز، أما آن الأوان يا مولاي أن أقوم، ولو 1 hour
وأروح يا ملك الزمان وأخد شاور. هل جننتي يا شهرباب؟ هل جف نبع الكلام والحكايات يا مسرور؟ أرجوك يا مولاي، أتوسل إليك يا مولاي. كيم أوفر، انتهى الكلام يا مسرور. نعم أؤمر. سلم سيوفك ورحب اليوم برقاب ضيوفك. بمين؟ برقاب ضيوفك. يا عم أبا أنت بقى سن سيوفك، كل يوم تبعتني ولمع في السيف ولا بتعمل حاجة. How you say that؟ إزاي عبد السود زيك بيتطاول عليا؟ أيوة يا مولاي، ما بتطولش بس بقولك الصراحة، يعني على الأقل حال القرشين اللي أنا باخدهم منك، ولا عايزني أبقى منافق زي الباقيين؟ أنا خايف بصراحة ما يعني تقل في نظرها وما تستعنكش. مسرور مسرور، أنت شايف كده؟ شور حبيبك ابن سوق، وانت فاهم النسوان بتحب الشدية، شد شوية. حاضر. فعايز اطلب منك طلب بقى بصراحة. اتفضل. ابوس ايدك نام، انت مرمطت كل اللي شغالين في القصر معاك. اهو ده اللي مش ممكن ابدا ابدا ابدا. ليه ان شاء الله؟ ولازم حدود قبل النوم. تعال بس يا مولاي، ده الواد ميدو ابن اختي في نص الرضعة بيشخر في حضن امه. اسمع كلامي. أنا عايز أكلمك كلمتين من القلب للقلب. خدامك يا مولاي، أؤمر. أنت مالك شكلك مهموم ليه كده؟ فارفش فارفش. معاك سجاير؟ ولع ولع يا مولاي. خير؟ أنا شايفك مش مبسوط من الصبح، وقلت إن أنت هتقعد وتحكي لي. خير يا حبيبي؟ أؤمر. أنت عارف أنا بحبك قد إيه؟ عشان كده هقول لك على سر، والسر ده مفيش حد في الكون يعرفه، لأنه هيندفن معايا والتاريخ مش هيذكره. ربنا يديك طول العمر، توهشتني. خير يا مولاي، سرك كبير. أنا مش سهران كل ليلة عشان أسمع حواديت شهربات. لا أبدا، دي كلها مجرد حركات حركات. عندك حق يا مولاي، أنا ساعات بصراحة كده بلمع أوكر بسمع الحواديت، حاجة نفخ التنين بصراحة. برافو عليك، زي ما قلت نفخ التنين. ما المعذبنا معاك ليه يا مولاي؟ مولاي بيتحكي له حدوته كله انتباه وفاكهة ومصاريف، ليه ده كله؟ لا تظلمني لا تظلمني يا مسرور، فأنا مريض ومرضي غير عادي. ساتر يا رب، ربنا يشفيك. خير يا مولاي، قلقتني بجد. أنا عندي تبول لا إرادي. ساتر يا رب، لازم تقولها باللغة العربية، ما تقول بعملها على روحي يا مولاي. عادي حقك، ودي مشكلة. افرش مش هم معه السرير، سريرك محدش هيحس بحاجة. صدقني مفيش طريق للحفاضات إلا وسلكته. طب بقولك يا مولاي، في حد من الهاوس كيبنج في القصر شم خبر بالموضوع ده عشان يبقى شكلك وحش قوي. اتنين عرفتوه شموا. ايوه حسن ومحمود. خلصت عليهم بإيدي، لأنهم لسنوا عليا بالكلام وقالوا أشياء فظيعة. بعدين يا ويل اللي شم وما يكتمش. لا ده لازم يكتم، ده كفايه الوش ده في النور، ده الرعب، ده لازم يكتم. يا مولاي مش محتاج اقول لك ان انا بتاعك، سرك في بير. انا اللي حاسس في نفسي يا مسرور انه البنت شهرباط زي ما تكون يعني مستصغراني. مستصغرك ايه وماسكه عليك زل؟ شكلها ماسكه عليك زل، انا بقرا في عينيك كل حاجه. سيبك منها تتقتل في السرير، انا عايزك انت تنبسط وانسى الموضوع ده. حق انت بتعمل كم مرة على روحك من غير ما تقصد؟ يعني 10-15. كتير قوي. ايه ده خزان مية يا مولاي؟ طب اعمل ايه؟ كتير كتير. حللت سكر؟ حللت. بقول لك ايه؟ مفيش حاجة. دي نصيبة. لا انا معاك ما تقلقش، انا هاجي كل شوية بالليلة صحيك تقوم تظبط نفسك وتنام عادي ولا كأن في حاجة. من غير حفاضات؟ ولا حفاضات ولا الكلام الفاضي ده عيب. تعالى بس نبدأ من دلوقتي، تروح الحمام، خش كده أول مرة وهتبقى زي الفل. ما تقلقش يا راجل، هات علبة السجاير اللي معاك بنفسك. هات علبة السجاير. والولاعة. وأنا كان نفسي في فاروزة زي دي، يعني لو أهو. حديها لك. أنا مش بقول كده عشان اللي أنا سمعته ولا تكون بشتغلك ولا بستغلك، ده أنا خدامك. يلا. عايز حاجة مني؟ لا سلامتك. أروح أنا أظبط القصر أشوف لو أكون حد بيرجع ولا حاجة. بسرعة يا مسرور. أمرك يا سيدي، أمرك يا سيدي.
بص بقى مولاتي من الاخر كده، اقسم بالله لو عيرتي مولاي باللي انت فاهماه لخلي الجزارين تلم لحمك. وانا اشتكيت، ما انا سهرانه. اه يانا. ايه ده ايه ده، انت بتعيط يا مولانا؟ يا نهار ازرق، لما الملك يبكي الرعيه تعمل ايه؟ امال ايه شهرباز عمل؟ شهرباز سوى وقصص واساطير. لا ابوس ايدك، انا عبد صحيح بس قلبي ضعيف، والنبي ما تعيط بقى. يلا احكي له حدوته، انا قاعد معاك اهو. جرى ايه مسرور؟ ما انت شايفني قاعده بسقط قدامك اهو. يا بنتي مش عايزه ينام، ده لو نام هيضيع هيبه الدوله. خلاص يلا. ما يدارلم شهرباب، زوجتي حبيبتي عشيقتي فلذة كبدي، ما وحشتكيشي. انت مكسوفة يا روح قلبي يا شرشورة يا أمورة، بالله عليك تقوليلي ما وحشتكيشي. في يا مولانا، في ذكر قاعد معاك، وإيه الجو ده؟ مش لذيذة يعني؟ وفي طووس، في 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 دوش حواليك. واحدة واحدة. عيب. جرى ايه يا مسرور؟ هو أنا قلت حاجة وحشة؟ أنا بسألها سؤال بريء. ما وحشتكيشي. ما وحشتكيشي؟ هو في ملك يقول ما وحشتكيشي؟ انت ملك من محرم بيه يا عم؟ يا عم احنا كلنا عبيد عندك، حس بذاتك وبنفسك بقى يا مولانا. احكي يا بنتي. كان يا مكان يا روح في سالف العصر والاوان، طبعا كان في انسان غير اي انسان، كان اسمه ايه؟ الشاطر مسرور. انت سرحت ليه؟ اوعى تكون في حاجه بتحصل. لا لا بفكر. افكر براحتك، بس اوعى انت فاهمني. ها يلا كمل يا حلو. ولانه كان بيطير، كان بيساعد الفقير، كان بيجيب لقرايبه العيش. بقول لك يا مولانا، ما تنزل تجرب الحصانين اللي جبناهم لك جداد؟ في حصانين كده. حصانين ايه وخيل ايه؟ انزل جربهم. اسمع كلامي يا راجل، اسمع كلامي، الحصانين هيعجبوك. مسرور. طب ماشي. طب بقول لك ايه؟ ممكن تزود السبيرتو بتاع النار؟ بس زودوا السبيرتو يا جماعة، انت هتدخل علينا ناس واحنا في الخلوة دي. سيدي بس ايه ده، الراجل قاعد بتتجننتي ولا ايه؟ يعني اي حركة عشان الموضوع. لو سرحت كتير مع الدفا يبقى انت فاهم ممكن يحصل ايه. اسمع الكلام. انما حلمس يداها واشمشم خديها. ولا تشمشم خديها ولا تمسك ايديها، مش عايزين كلام فاضي وقلة ادب. لو تكرمت، انا برضو راجل وبفهم في الاصول. اتفضلي خلصينا خلصينا، احكي له الحدوته. الدوله مش ناقصه فضايح. اتفضلي. كان يا مكان في سالف العصر والاوان، كان في إنسان غير أي إنسان، كان اسمه الشاطر سوبرمان. واحد اجهد اجهد. قوي. بس احنا ما تعرفناش، اسمك الجميل ايه؟ شاديه. اهلا وسهلا شاديه. اهلا وسهلا. مبسوطه شاديه؟ مبسوطه قوي. تمام 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 تمام. بقولك يا شاديه، يعني بصراحه كده انا وانا طاير كده لقيتك قفشه في سقف العماره، كنت بتعملي ايه؟ ما مش حاجه. يعني كنت عايزه تنتحري ولا سوري يعني حراميد غسيل ولا ايه النظام؟ انما ما بعمل حاجه. يعني عادي ان انت تبقي مش علاقه على سقف عماره كده؟ انا مالي، انا مش عايز احراج، انا قلت يعني ندردش مع بعض. ما مش حاجه، ما بعملش. ما فيهاش حاجه، ما فيهاش حاجه. بس انبسطتي في الرحله؟ بجد كانت حلوه قوي. انت بتحب سوبرمان اصلا؟ ده انا بموت فيك. ربنا يخليك. الحمد لله. يعني بص، حب الناس ده نعمه من ربنا. ده كل اصحابي بيموتوا فيك. سلمي لي عليهم واحده واحده. صاحبتي كلهم نفسهم يطيروا. ان شاء الله ان شاء الله اجي في يوم كده في شم النسيم ولا حاجه، اخدكم اطير بيكم كلكم، هيبقى يوم جميل بامر الله. اهلا وسهلا يا شادي. اهلا وسهلا. بقول لك ايه، معاك سيجاره؟ سيجارة ايه يا بنتي؟ المجهود الفظيع اللي انا بعمله ده، انت عايزاني اشحر؟ سيجارة ايه؟ طيب ما تشغل لنا حاجة نسمعها كده. هو انت راكبة ميني باص؟ في ايه يا شادية؟ المفروض تقدري اللحظة التاريخية اللي انت فيها، مفيش ولا واحدة في العالم ركبت على ظهر السوبر قبل كده، لازم تحس بأهمية الموقف. بقول لك ايه، انت لوك 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 كده على الفاضي، زهقتني يا اخي. انا اللي زهقتك برضه؟ وايه لوك لوك واللغة دي؟
خريجة ايه؟ دبلوم والنبي. اه حلو 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 حلو. لا بس انا قلت يعني ايه نريح شوية ونتعرف على بعض وبعد كده ان شاء الله الوجوه تتقابل بإذن الله بإذن الله. طب احكي لي بقى ايه سوبرمان وطير هنا ومن بلد لبلد وفي السماء، مش بتحب؟ مش متجوز؟ ما عندكش صاحبتك؟ انا عايز اقولك ان انا محروم من كل الحاجات اللي الشباب اللي في سني بيعيشوها. معقولة؟ هو بطبع طبعا. انا حكايتي غريبة قوي قوي قوي. احكي لي. انا شاب يا ست عادي، ابويا الله يرحمه مات وساب لي 4 بنات في رقبتي، اخواتي، وكنت في ثالثه اعدادي. اضطريت اخرج من المدرسه واشيل المسؤوليه. الحمد لله جوزت 3 وفاضل شيماء قد كده عندها 12 سنه ان شاء الله قريب باذن الله. يا عيني. اه لازم اجري على اخواتي امال اسيبهم يتنقلوا في الشوارع. بس فعملوني بقى سوبرمان. لا صح. سوبرمان الناس، سوبرمان راح سوبرمان جه، وكل الناس دي يعني كل ده اونطه. انا عايز اقول لك ان انا مش حقيقي، انا باختصار حياتي عباره عن جرافيك في جرافيك. كل ده بيجيبوني في الاستوديو اقعد على الخشب شغل المروحه عشان اعمل هوا كده، انت كده طاير اعمل كده، انت كده طاير على ظهرك اعمل كده، وبترزق الحمد لله ماشي. لكن انا مش حقيقي يعني، انا اسف ان انا بصدمك فهماني. الاطفال الصغيرين صعبانين عليا، بس الموضوع كله جرافيك يعني. شايف المناظر اللي ورانا دي كلها، كل ده مش حقيقي، مفيش حاجه حقيقي طبعا طبعا، ولا انا ببص على حاجه ولا الكلام ده، بس اهو الحمد لله ماشيه ماشيه. لا صعبت عليا بجد. ربنا يخليك. لا الحمد لله يعني انا راضي. بعدين بيني وبينك زي ما بتقولي احب ارتبط بمين يعني، ارتبط بمين؟ انا راجل طول النهار طاير في حته، عرفت واحده قبل كده شهرين فجاه طرت نسيت الاولاد دي كانت فين عشان ارجع لها. مدهوش سواح، اعمل ايه؟ نصيبي كده. طب ما تاخدني همرمطك معايا، انا مش ما بثبتش في بلد ثانيه واحده شاديه صدقيني. انا راضيه يا ستي والله، انت بنت زي الفل وزي القمر واي حد يتمناكي، بس انا مش موجود يعني مش هتشوفيني، مش هتشوفي جوزك فاهمه. هستنيك لغايه اما تيجي تلفلف بيا لفلوفه كده وترجعني. انت زهقتيني قوي وبان عليكي تافهه. لفلوفه ايه؟ بقول لك انا مش ثابت في حته، ما تخنقونيش بقى شاديه. وديني وحياه ربنا اسماعيليه. اسماعيليه؟ اه عند خالتي. اوديك عند خالتك وانا تاكسي ابيض؟ انت مجنونه في ايه؟ اغيظها شويه بس، خالتي دي مجننانه. مجننانه؟ تبان عليك انت اللي مش مظبوطه. بص يا شاديه عزمك على حاجه كده بسيطه يعني عشان تبقى ذكرى مني. شكلك جعانه. بقول لك ايه، عشان انا عندي كذا مشوار، ايه رايك بقى ننزل للناس اللي تحت الوليه اللي عماله تحكي حواديت للراجل اللي هينام ده، ولو نام هيخرب الدنيا وانا عارف. تعالي بقى ننزل. لا انا مش هسيبك، انا عايزه الف. لا انا ما بحبش الخنقه. وعايز الف ايه وانا عجله ايه يا شاديه؟ في ايه؟ ما خلصنا خلاص، فسحتك وحكيت لك حكايتي، لازم انزل بقى. خدني انا كويسه شاديه، انا بتخني ما تزهقنيش، هاخدك اطير بيك وارميك على اي جبل. انزلي بكرامتك بقى. يلا مره ثانيه، ما هناخد تليفونات بعض، اي حاجه سوبر هتليني عندك الففك شويه. طب اسمعني 5 دقائق كده. ايه موضوع اسماعيليه ده يا بنت؟ وانا بجو. يلا جاهزه؟ يلا على تحت، 1 2 3. يا مسرور يا ماما، المواعيد دي وحبهان ايه اللي انت عايزاه من هنا؟ مش فاهم انا. وترميات وناس قاعده على القهاوي، بس جو حلو، جو ظريف. الله الله الله، عيني على اللبان واللي من لبان. اهلا. ايه ده في كده هنا؟ يا اختي اقعدي في القهوه بتاعتك. اتفضلي يا حبيبتي. ما شفتيش انتي بقى حتتين القماش اللي انا جايباهم وانا جايه من لبنان؟ تحفه والله يا اختي. لو اخترتي حاجه من القماش ده يبقى يا سعدك يا هناكي. وديها يا رورو الحمام عشان نشوف الحاجات، اصل الحاجات دي بتتنازل. تعالي يا حبيبتي. يا كمان الشيشه. مساء الخير يا سي خميس، ازاي والدك؟ وقول له الف مبروك على موت والدتك. هو في حد اسمه خميس وانا بكلمه؟ لا فعلا لا، دي حيله رخيصه مني عشان اقول لك مساء الخير. عبد العال حسين عبد العال. هوب ايدي يا هاني. ولا انت حكومه؟ انا حكومي ايه؟ ما انا ملز، ما انا لابس ملكي. حكومي ايه يا هاني؟ ما هو انا لابس ميري قدامك. ارجوكي عليا النعمه، لو طلعت حكومه ملاك دي يعني. لو سمحتي عندي مشاكل في الغضاريف، لو تكرمتي ده انا غلبان. شكلك ابن حلال. اقعد.
من الآخر من غير لف ولا دوران عشان أنا ما عنديش وقت. أنا أول ما شفتك اتشدت لك وانجذبت لك انجذاب رهيب رهيب. هل من حقي أسألك بتشتغلي إيه ولا كده أبقى تعديت حدودي؟ لا نو بروبلم خالص، أنا بقلب النسوان. أوه سوري، بتقلبي النسوان اللي هو التقليب زي الحركة؟ بقلب النسوان. بتقلبي هايل هايل. عايز أقولك إن دي حاجة جديدة في المجتمع محدش سبقك فيها. جو أهيد، ربنا معاكي. أصل أنا بحب التقليب قوي. تحب تشتغل معايا يا عسل؟ لا اشتغل معاكي ايه، انا عايز اقولك من اللحظه دي شغلك حاجه وحياتنا الخاصه حاجه تانيه. يا مصيبتي حياتنا الخاصه؟ لا بقولك ايه، انا بنت شريفه. وما كسريش الصوره اللي انا عجبتني فيكي، انا حبيتك ان انتي مش شريفه ومش يا شمال وبتقلبي النسوان. ايوه شريفه انت ايه، خلينا في الشمال لو سمحتي. ممكن اتجرأ واقولك ان انا حبيتك؟ حبيتني؟ مجنون ده ولا ايه؟ طب انا اسمي ايه؟ انت تعرف اسمي اصلا؟ ما بالطبيعي كده، ده السؤال اللي جاي. اسم القمر ايه؟ سوسكا. عارفه يا سوسكا؟ قبل ما تتكي على ايدي تفرميها حسيت اني عايزه ترقع صوابعي، رحت انتي عاملاها، فحسيت ان دي اشاره اني اجيب ماما ونجي لكم البيت ونقول المراد. ماما؟ طبعا. بجد يا اخويا والنبي؟ طبعا. وقول لي بقى، هي امك دي بتلبس ذهب وصيغه وكده؟ اوه بتلبس دي كلها ذهب في ذهب، كله بقت عندها قطع ملابس ذهب، بابا كان جايبها لها من خزندار زمان. ذهب ماما عباره بمسمينها الست ذهب في الشارع. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. لا ده انت لازم تشرب حاجه والله. يا كناني ايه اللي كل شويه كناني كناني ونيجي نسال على الخساب تقول لي استني استني. انا مش يعرف ازاي انت بتهزم بقلبي كده وانت ليك ديون كتير. انت يا كناني انت جاي من انهي بلد، عبيط ولا ايه؟ ديون ايه؟ هي قاعده مع هوا؟ ده كل الديون هتتدفع وعليها البقشيش كمان. ايه ده؟ طبعا انت غني؟ غني غنى انا ما اعرفوش، مش عارف حدود ثروتي لحد دلوقتي وصلت فين. بقول لك غنى رهيب يا كناني. قد البحر؟ قد اكمر من البحر. جميل كناني جميل، محلها الخواجه صغنون. هي بقى ليها ديون قد السما. بقول لك كله اتدفع وعليه بقشيش ليك وحلاوه. بقول لك اما نتجوز يا سوسكا نجيب كناني يبقى معانا في البيت يخدمنا في البيت. ظريف. حبيته حبيته حبيته. يجيبه ونعذبه. يلا يا كناني حجرين معسل واديله من المعسل بتاعي. ما رديتيش عليا في موضوع الجواز يا سوسكا. زوجتك نفس زغروته يا كناني. كفايه يا كناني كفايه يا كناني كفايه، كتير كده كتير، هي واحده وخلاص. خواجه ميرسي يا كناني، باين عليه غلس قوي كناني. هنعذبه مش هنجيبه البيت ولا نشغله معانا، شكله رخم قوي. انا فرحان قوي يا سوسكا. خلاص فعلا فعلا، اذا كنت بضحك عليكي من شويه دلوقتي بجد انا هجيب ماما وهجي لكم البيت عشان اتشرف بالعيله كده. يلا يا ماما هنتاخر، عيب اهل العروسه قولوا علينا ما عندناش ذوق. بلانيله مستعجل على ايه؟ دي جوازتي الندامه. جوازتي الندامه دي كلمه ام تقولها لابنها يوم فرحه. ميرسي قوي ميرسي يا شيخ. ايه ده؟ ده يقول له اليوم نحس من اوله. فين النحس يا ماما؟ اليوم زي الفل. مش معنى ان انت وقفتي ساعه تعملي الباروكه ودايسه على الصابونه لازم تزعلقي. ايه علاقه الصابونه بالباروكه بالنحس؟ ارجوكي بقى يا ماما كده كتير ما تزعلنيش. اتفضلي حبيبتي. اتفضلي. ايه الطقطقه؟ يا رب ده الازاز بيكسر يا مريض. ايه ده؟ ده الدور اللي فوق بيقع يا ماما. في ازازات شقتنا اللي بتتكسر. ايوه صح. لا انا هطلع اموت في الشقه فوق. ده ما تموتي في العربيه اقرب على الاقل اسعفك. وبعدين ليه الموت والكلام ده يا ماما؟ اتفقلي بقى. اتفضلي حضرتك اتفضلي، انت اللي موترانه ومعصبانه، اليوم ماشي زي الفل. اتفضلي. مفكرين يا ماما نفوت على تسيب بس نجيب لهم طبق بسبوسه ولا حاجه؟ اتفضلي اتفضلي. انبسطي بقى انبسطي كده واتفقلي، ده فرح ابنك. يا نهار اسود ومنيل، نسيت مفاتيح العربيه. النبي ما اطلع بسرعه، جري كده هاتيها وتعالي. ما نطلع اجيبها ليه؟ انا معايا نسخه ثانيه. تسلم ايدك تسلم فضل. ايدك تسلم ايدك يا ماما. مش ده اليوم اللي كنت بتتمنيه بذمتك؟ اقعدي كده وانفخي. اقعدي اقعدي اقعدي. صدقني ماما شكل الجوازه دي خير لان انا متفائل جدا جدا. يا لهوي في ايه؟ المره بتاعت بتوع بتوع يعني ايه؟ يا نهار اسود ومنيل. انا قلت لك انت بتوع بقى. انت شفت النهار؟ انت شفت النهار؟ انت في الطريق ده. طيب طيب انت اللي مطرات. يا لهوي. اوف انت جايبني فين يا عبد العال؟ جا
جايب الكرموز يا هانم، كرموز يا امي، ارقى مكان في اسكندريه. لا تقول يا ابو قير بقى ولا العصفره، كرموز. بصي 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 الشغل اللي في البيت يا امي، ان شاء الله انا سايبي هتنبسطي معاهم قوي يا ماما. يلا بقى. ما قتلتهاش والله العظيم، ما قتلتها والله، ما قتلتها يا عم والله ما قتلتها. عبال ساك عبال. الحمد لله جماعه مستنيينك فوق. مبروك يا عريس. الله يخليك. اتسكر قوي. مين دي؟ امي. والله ما قتلتها يا عم. يلا ما قتلتهاش. مين ده يا عبد العال؟ ده اخو السوسكة اللي انا هخطبها الصغير، ظريف قوي. يا دي المصيبة. مصيبة ايه يا امي؟ ده بيروش مع الظباط اصحابه. يا ماما احنا داخلين على نسب يشرف، ما تقلقيش. حسبي الله ونعم الوكيل. ارجوك يا ماما ما تنكديش عليا بقى، انا مش جايبك حتى اي كلام. لو سمحتي صدقيني هتنبهري بيهم، هتنبهروا. اتفضلي اتفضلي. مين ده؟ ده اخو سوسكا الكبير يا ماما، هم فرحانين بيكي. هم العيله دي لما بتفرح بينطوا في المنور. يا مصيبتي. وده مات؟ لا يا ماما بيلعبوا تحت في المنور. ما تشغليش بالك بقى لو تكرمت، احنا داخلين على نسب يشرف. اتفضلي اتفضلي يا هان اتفضلي. ما شاء الله شغل السرايات ما شاء الله. اتفضلي يا امي. يا ميت مرحب يا ميت مرحب. خطوة عزيزه يا ام الغالي. يا اهلا يا اهلا بالعريس. نورنا. اشكرك. نورانا يا ابله. الله يخليك. نورانا. الله يخليك. اعرفك يا ماما، الاستاذ حسب الله يبقى عديدي جوز اخت سوسكا، واخت سوسكا اللي هي مراته تبقى اللي قدامك القمر دي ريا. منوره يا حبيبتي، ورحمه اخويا الغالي اللي لسه هتفى دلوقتي، لان كرامك اخر كرم يا سوسكا. سوسكا العروسه. العروسه العواف. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك. الله يعافيك يا ست البنات. ماشي يا دي عبعال. والله انا مش مصدق ان انا معاكي وفي وسط اهلك. جبت لي ايه؟ جبت لي فلوس؟ هديكي كل حاجه تحت امرك. انا جبت لك معايا عارفه ايه؟ بسبوسه هتاكلي صوابعك وراها. والله كلك كرم يا ابو نصب، كلك كرم. بقول لك ايه يا حسب الله، تسيب لي حته انا والعيال، انا عارفاك تفس. جريه وليه العلبه دي وقعت في ايدي انا الاول. وحياه امي لغوصك يا حسب الله. والله بالثلاثه ما حد هيلمسها غيرك. يا بنتي تعالي اوعى كده. عايز تسيب حته يا صاصي. ايه يا جماعه صلوا على النبي. بس بدل ما يموتونا احنا. ملكي حاجه مسروقه عليه، خد الشر وراح. الله يخليك يا حبيبتي. الله يخليك. الله منوره منوره. ماما ما تقلقيش، ده الطقس هنا، ده اسلوب العقاب عندهم. وهو بصراحه استفزهم، قاعد ياكل لوحده البسبوسه. في النهايه احنا مالناش دعوه، احنا اتشرفنا بيكوا يا جماعه. ممكن ندخل في الموضوع؟ انا يا ست ريا، الله اكبر يا ست ريا، انا اتشرف ان اطلب ايد الانسه الماسون اختك سوسكا. وكده من غير حاجه يا حبيبي ولا ايه؟ لا مش من غير حاجه، بس لو تكرمت السلاح بس. لا انا تحت امركم تحت امركم، انا خدام يعني اللي تقولوا عليه. الشبكه تحبيها منين؟ من اي مكان في العالم. وبلد ليه جوده بالموجود؟ هنروح بعيد. الى حاجه الا حاجه دي عجباني. دي عجبك حاجه ماما؟ لا يا ماما، ده وقتي. مامتي مامتي تتحرق. جدتي احنا هنموت. خلاصي ده الراجل راح في حته بسبوسه. لا يا ماما لا لا. مبروك يا روحي. الله يبارك فيك حبيبي. مبروك. الله يخليك. زغروطه للشبكه كده، زغروطه للشبكه، فرحونا. اه لا زغروطه للحلقه يا حبيبي. حلقه عجبك؟ اتفضلي اتفضلي. لا يا ماما بالراحه على ودنها، بس بالراحه بالراحه بالراحه. قلت لك اخرمي ودنك خرمين يا ماما وخلصينا. حاجه وحياتك. خاتم ما بتخافيش يا ماما. الف مبروك يا روحي. الف مبروك. ها وبعدين كمل. على ايه؟ انا تحت امركم يعني، انا اللي هاخد المهر. حاضر يعني، شوف الرقم اللي انت عايزاه، اكتب لك شيك وروح البنك على طول. لا والشيك ليه؟ معلش معلش يا ماما، ما انت كنت هتدفعيها. فلوسي ايه؟ ما انت كنت هتدفعيها ماما. تحت امرك. انا عندي اقتراح يا جماعه. ايه ده؟ في ايه يا ماما؟ في ايه يا جماعه؟ يمكن هيدفوا لنا تورته يا ماما، يمكن عيد ميلاد وعملوا لنا مفاجاه. يا رب استر. ما تخافيش يا ماما. يا ماما خدلتي دراعي، خدلتي دراعي وخوفتيني قوي. طب خلاص، ما انا كمان متنيل مرعوب، بس لازم اظهر كعريس ان انا ذكر يعني. هم اكيد عاملين لنا حاجه مفاجاه، مش ممكن يزعلونا. امسكي امسكي دي. طيب فرمتي كوعي. يا ساتر يا رب، وربنا خنقك زي ما خنقوا الراجل. ما تزعقنيش بقى، انت هتعيطيني هتعيطيني في يوم فرحي. يا ماما ارجوكي. يا سوسكا، يا مدام ريا، يا ماما خدلتي دراعي. انا شاكك في العيد. ايه ده؟ بيحتفلوا بيحتفلوا بينا. بس يا ماما يا لهوي. صلي على النبي. صلي على النبي. صلي على النبي. خلاص يا ماما خلاص خلاص.
ماما انت شفتي حاجه عدت كده؟ جثه لا حول ولا قوه الا بالله ان الله وان الله يراجعون. يمكن يا ماما بيت ام عادي على الشارع فممر ناس ماتت هنعمل ايه؟ ما ترعبنيش بقى جثه ده لبس. ما تخافيش يا ماما ما تخافيش العيله دي وحشه ما تخافيش. لا لا دي ناس دي ناس اطهر ناس بس احنا هو في حاجه عنيش بعملها ايه ده؟ عفريت عفريت ايه يا ماما ده تلاقيه ابن اخت العروسه بتعرف الاطفال في الافراح بقى قلبي هيقف يا ماما قلبي هيقف بس بقول لك قلبي هيقف بتنادي انت ماشيه ورا ميت ايه السويت البلدي ده يا ماما انت بتاخري شويه ده حسام ده لامسني لا تعالى حبيبي ده لامسني بس تعالى اخويا انا مش عارف ايه يا حبيبي الله ما شاء الله شكلهم خايفين على عيالهم تتحسب مغطيين وش الطفل اهلا حبيبي اهلا حبيبي حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بعيد في انا في انا يا ماما ولا فيك يا اللي قاعده ساكته وضحكوا علينا في الاتفاق اولا ما اتفقناش في الفرح هنعزم كام وهم يعزموا كام الصيني الخشب العفش كل ده ضحكوا عليا عشان حضرتك قاعده تترعشي خليكي كملي رعشتك كملي رعشتك انا خايفه عمور شيرين رفيقتي من زمان كتير واحنا صغار بيبي هالقد وكمان خطيبك خي جونسي ومعه مصاري كتير 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 شو يعني مليونير حبيبي انت بتاخد العقل احلى شي بحياتي وفي عيوني انت لكن قوليلي مين بده يدفع حساب الغدا انا على الحميد المجيد اكيد خطيبه لصاحبتي شيرين اوبس شو صار الهيئه في فرد فعال دايما حرشتيني دايما حرشتيني هيدا الدكتور الحمار كل مره بقول له ما تنفخهم هالقد ما تنفخهم على القد بيقول لي لا 2.8 احلى بصير مثل الفور ويل هن لازم 2.1 وانا مع الحرب فقع بفقع دخيلك ها شيرين اصحابك دول هيطلعوا مريشين ولا اونط انا ما بقعدش غير مع الاغنياء وبس حبيبي ما تقيم الناس حسب غناهم قيمهم على اخلاقهم ولا اخلاق ولا بتاع انا بقيم بالعربيات اقل من بورش ما بقعدش انت مش شايفه الكابروليه اللي انا جاي بيها انت عارفه انا دفعت فيها كام اوف صرت عارفه قلت لي يا شي 500 مره لك حبيبي روبي رفيقتي من عيله كتير كبيره هاي 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 بس اكيد مش اغنى من عيلتي انا ماشي عمرك شفت حد فيه شنطه فلوس وراه دي مليانه ما شاء الله هاتي بات هاتي هاتي انت يا ابني رج الفلوس لا تعرق في الشنطه تعالى ما نشوف صحابي هاي بونجور هاي حياتي كيفك سبا الحمد لله هاي كيفك هاي بحب اعرفكم هيدا عمر خطيبه وهذا تامر خطيبة لشيرين ما فيني خبرك يعني رجل أعمال كتير مهم بمصر وهلأ عايش هون ببيروت وغني غني موت وغني غني موت وكتير مهضوم أهلين نايس تو ميت يو مستر تامر أهلا حبيبي أهلا 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 طبعا عمر ما فيني خبرك إنه أستاذ تامر من عائلة كتير مرتبة بحب اللبنانية كتير وبقدر مهبهم كتير 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 أهلا حبيبي أهلا تشرفنا أهلا وسهلا ايه ده سبحان الله لو سمحت يا اخ ممكن تقفل وتفتح لو سمحت هفهمك اقفل وافتح على طول وريني وريني يلا يلا هو يخرب بيتك عمر عجرم اخبارك ايه يا خبر تامر حمدي السبرسجي يخرب بيتك وينك يا راجل ايه يا معلم السبرسجي ايه انت لسه فاكر انسى بقى الكلام الفاضي ده انا دلوقتي تقدر تقول عليا من اغنى اغنياء الكون من اكبر العائلات شو عائلة هيدي اوطى عائلة بمصر شو اخبار اخوك النشال سيد محبوس بس هيخرج ان شاء الله انت اخبارك ايه واخبار عيلتك لسه معفنين وبكح تراب من الفقر ولا عاملين ايه معفن شو معفن انا دكتور يا راجل دكتور ايه وانت لاقي تاكل بقول لك انا بقيت اغنى واحد في الكون اهلا 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 الله يزيدك الله يخليك شو اخبار الحاجه خرجت من السجن حبيبي حاجه ايه وبتاع ايه هقوم لك تاني يعني ما انا كنت لسه عندك تعالى ايه حاجة ايه وبتاع ايه وسجن ايه انسى بقى انسى الموضوع اختلف تقدر تقول انه انت محتاج فلوس عايز اي اؤمر فلوس فلوس يا ابني فلوس فلوس عشان بس الموضوع بالنسبة لك يبقى مش عارفهم كام خدي احنا تشرفنا يا انس هيدي لإلي طبعا ميرسي شيرين اهلا 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 يا شيرين مش معقول احلى حاجة حصلت النهاردة عمر ده صديق عمري فوق ال 15 سنة الله يديم المصاري قصدي الله يديم المحبة صدقيني يا بودي تامر من أوفى الأصدقاء اللي ممكن تتقابليهم في حياتي حبيبي حبيبي على فكرة احنا لازم نخرج كتير رش أنا سلمت كتير رش رش سكتي إيدين الناس معرفش غسلينها ولا لأ حاجة صعبة قوي ما بشربش حاجة ليه يا متر متر
اهلا اهلا، نور يا عمور. اهلا وسهلا فيك مسيو تامر. اهلا اهلا، عن جد بيروت نورت كتير. منوره باهلها. اهلا، يعني هات هات كل اللي عندك وخد بقشيش زي ما انت عاوز انت وزمايلك، بس مبدئيا نزل لنا 40 ايس كريم عشان الجو حر قوي. يلا باي 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 باي. يا جماعه احنا لازم كلنا كده اتشرف ان انا اعزمكم النهارده على العشاء في اغلى مطعم، لان فعلا انتوا مش متخيلين انا غني ازاي. شكلك بتحب الفلوس. ابدا فعلا. طب هاتي لنا دي تومي. نعم اوكي. بهزر بهزر. انا كمان. هاي شيرين. هاي عمر. الو كيفك؟ ماشي يا خالد. المفروض يقول منيح كلبناني يعني، ولا هو بيحب مصر؟ كتير بحبها لمصر طبعا. عمر ايه منيله ايه؟ ده اساسا ولد كلب ولا عمري شفته في حياتي، وعيلته نصابين وسيره انا مش عايز اتكلم فيها في الوقت اللطيف ده. بس انا خايف يعني تكون انت متضايقه انك خرجتي معايا عشان شيرين انتيك وكده. شو شيرين انتيني؟ يا بحياتك قلت انتيني شيرين؟ انا ما بحبها اساسا، حاسه كتير بتغار مني ولئيمه لئيمه لئيمه. يعني سوري اذا عم تحكي عنها هيك هلا. لا 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 لا، تحكي ايه؟ ده انت بتحكي زي ما انت عايزه، دي شخصيه زباله اصلا، وانا ما كنتش طايقها وشكلها نصابه من الاخر. بوبي انا من يوم ما شفتك يا بوبي مش شايف حد في الكون، صدقيني كل فلوسي وثروتي وفيلاتي وبيسيناتي، هقول لك كل حياتي ملكي. عن جد؟ عن جد؟ طبعا عن جد، انا ممكن اتجوزك دلوقتي حالا في البسين ده. يا الله قد انت يعني ما رح تفكر بالناس وكلام الناس وعمر وشيرين. بص في الناس، في الناس ايه؟ هو في ناس غيرنا في الكره الارضيه؟ تحسي بموقف بنتي فيه؟ ده انا مليهولك في 10 ايام. كتير مبسوطه كتير. الحمد لله يا حبيبتي. انت مش جعانه صحيح؟ كتير جعانه كتير. معقوله؟ وليد ذوق يا بابا. ضفدع بشري جايب لك العشاء، ايه رايك؟ كتير رومانسيك. شفت عز قبل كده؟ فين الشوربة؟ انت مستهبس، روح هات الشوربة. معقول؟ فضل بموت عليا بموت. بسم الله بسم الله بسم الله. طب ليه بقى لنا يعني احنا عارفين بقى كتير ومنسيين؟ كتير حلوة. انا حابب اقول لك سر كتير حلو. قولي. انبسط فيه كتير. قولي. تعرف ان انا مستحيل ابدا؟ تتكلمي ابدا؟ مش هتبقى مش هتبقى. ليه واخده بطولات سباحه مثلا؟ يا عوامتين بنتكون اربع مرات في السنه. طب خلاص، هو انت بتتكلمي على الجبل؟ ده احنا في البسين، ده احنا في البسين. بوبي 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 اطلعي خلاص نفسك يا ماما، ده انت غطاسه رهيبه. بوبي البيت ماتت ولا ايه؟ يا وليد حجز انت من هنا وانا هشوف من هنا. وين ده عم ابراهيم بسرعه؟ هو اولاد ينطوا في البسين يدوروا على البيت. بوبي اتحرقي بقى، انا جعان. هتعطيني رياضه ولا انت تسيبك منها؟ هاي هاي هاو ار يو فاين؟ منورين منورين. طبعا انتوا حاطين في دماغكم بلاوي ها، وقلتوا في ليله امانيا. لا لا النهارده لا، انا هضطر احبطكم للاسف واقول لكم الخبر اللي بالنسبه لكم هيبقى قطع عيش للامانه. يعني النهارده اخر ليله بالنسبه لي في العزوبه، بكره ان شاء الله هتجوز. هتجوز ست مش عايز اتكلم عليها كتير، بنت بيت، بنت اصل، متربيه، هتنسيني كل التفاهه وكل السفاله اللي انا عشتها في حياتي اللي انتم منها طبعا. هبتدي اكون راجل محترم، وبالتالي هكون في بيتي محترم، بيتي هيبقى ليه تقاليد، ما عنديش زيارات، مش عايز حد فيكم يتكلم في التليفون، لان اصلا مش هيبقى فيه تليفون في البيت. هو تليفون واحد من 9 ل10 وللمقربين قوي، فيا ريت ما تحرموش نفسكم. مفيش زيارات لاهل مراتي حتى مش ليكم. بيتي هيبقى بيت قديم. انا كنت عايش معاكم حياه عصريه، بس اكيد هتسمعوا عني بعد جوازي بفتره انا عامل ايه في بيتي. هضطر اطردكم، انا اسف. يلا جو اوت. يلا بره 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 بره، كل الثور اللي عندكم تتحرق. يلا يا بنت انت، يلا قومي. قاعده ليه؟ ما كلهم خرجوا، ده انت رخم قوي. يلا في داهيه، بيت كده ينضف، يبقى فيه ست وفي راجل، ومش راجل عادي، سيد الرجاله. توكلنا على الله. الى الجواز. انا يعني مش هبقى قاسي للدرجه دي، هحبها بس الاصول اصول، هتشوفوا الاصول اللي بيحكوا عليها في الكتب. يا بوبي والله والله يا بوبي
وانت معايا بحس ان الدنيا كلها بتضحك عليا حياتي. بس مش عجباني بوبي، خسانه وهفتانه وعدمانه. ايه معك حق حبيبي، انا بغير المقاس 4 مرات في السنه مع كل فصل قياس شي. هتوحشيني حياتي. وانت كمان يا روحي. بعد مره. باي. بوبي، ومين ده يا بوبي؟ ها؟ مين الأخ اللي كان نازل وودعتيه وبوس وكده؟ هذا الكوزين تبعولي. يعني ايه كوزين؟ ابن خالتي سهيل. سهيل؟ بس سبحان الله، لا شفته لا فرح ولا تعرفنا على بعض يعني. ايه، ما انه كان باستراليا وهلا رجع، بس مخانق مع مرته، عنده مشكل كتير كبير، كنت عم حل المشكل. طبعا طبعا، بس بذمتك حد يحل المشكل؟ الساعه 4 الصبح. شبيك تامر شبيك. لا مفيش حاجه، انا بتناقش معاك. بدك تحنقني شيء؟ لا اخنقنك شيء ليه؟ ده انا اعمل لك بطيخ، احنا بنتكلم عادي. ايه سهيل، سلمي لي على الجيتار. ايه حبيبي، اعمل لي ميس كول بليز وقت توصل على البيت. بيزو بيزو. هو دلع بيزو غير سهيل؟ انا مش فاهم، عايز افهم الراجل اللي كان في بيتي. تاكلي بطيخ؟ شو بيك؟ ولا بيك ولا زفت. شو بتخبل؟ شو بتهبل؟ وانا يا دلي يا دلي على هالغرفة. وانا يا دلي يا دلي على هالدرج. نطت نطيت، شو هالمسحة؟ وأنا هيدي جوزك؟ ايه. يا دلي يا دلي يا دلي، يلا حبيبي رح اشتاق لك كتير كتير. وأنا كمان. لا مش حنبوس، حنبوس هالباب. يا دلي يا دلي على هالباب. بوبي، ممكن أعرف مين الأفندي اللي بيلحس البواب ده في بيتي؟ هيدا كوزينتي. وانتي ليكي كم كوزينتك؟ في كوزين اولاني وكوزين تاني. كوزين الاولاني ابن خالتي، هيدا كوزين التاني ابن عمتي. وابن عمتك بيعمل ايه في بيتي في الفجر؟ تامر شبيك. بدي اعطيك لسته يعني بس باسماء كوزينتاتي. حبيبتي انت بتتعصبي ليه؟ ده انا بفتح كلام معاكي بندردش. كان عنده مشكل مع امي، عم بحل له المشكل، ما في شيء. يا حبيبتي انت وكوزينتاتك على راسي من فوق، وربنا يخليكي وتحلي مشاكل اهلي، ما في شيء بقى كده. قومي اعملي ليموناد. حاضر حاضر حاضر. ثلاث معالق السكر. عيوني لسه قاعد معاكي حالك، جاهز في الثلاجه. عندك شيء تعسيب؟ ايه ايه سهيب، وقت ما توصل على البيت بليز اعطيني مس كول. اوكي حبيبي. بيزو 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 بيزو. انا كده عرفت انت بتعز سهيب اكتر من سهيل، لان سهيل اللي فات قلت له 3 بيزو، ده قلت له 5 بيزو. انا بحب البيزو مع اني مش عارفها، بس قشطه يعني. فرفشي بقى كده فرفشي. انت بتبرقي لي كده، لان اقوم اعمل لموه. انا كتير انبسطت فيك اليوم. والله حبيبه قلبي. مرسي مرسي كتير انك اجيت، ان شاء الله رح نتكرر. اكيد اكيد، والله مشتاقين كتير. بعرف، انا كتير مشتاقه. يلا باي باي. باي باي حبيبتي. باي باي حبيبتي. باي باي. بوبي. نعم. شو شو في بوبي؟ بوبي بوبي، ما في عندك غير بوبي، دخيلك فوت نام. يطلع مين ده ان شاء الله؟ سهيل ولا عقيل ولا مين بالظبط؟ شهاب جوز خالتي. طب يا اختي اقفل الباب وتربسه، ولا في وفد جاي نستقبله؟ لا خلاص تربسه. حبيبتي انت وحشاني، انا متعصب لانك وحشاني. انت مديه كل وقتك لاهلك، افضيلي شويه. تامر عن جد كتير تعبانه، مش قادره احكي ولا كلمه. حبيبتي ما تقولي ان انت تعبانه، اخدك في الصحه يومين في اي حته. اموري ايه يا هانم ده؟ ايه اللي انا شايفه بعنايا ده؟ شوفي انت بتخونيني يا بت. شو بخونك؟ جنيت انت شيء؟ جنيت انت شيء؟ بتلعب المزرعه السعيده مع شاب غريب في وسط الليل وبالايباد اللي انا جايبه لك بفلوس يا خاينه؟ لا انت عن جد جنيت، انا شريف اشرف منك من اهلك كمان. من اهلي وبترمي الايباد؟ طب تعالي بقى انا هرميكي في الشارع اللي جبتك منه واطيه. لا تعالي. دخيلك تطمر مطنيش. ده انا هممتك انت وال 30 راجل اللي بيجوا هنا دول. لا دخيلك. استني قبل ما تمشي، انت طالق طالق فاضل كام واحده كده؟ واحده. طالق يلا غوري بالسلامه. قرف يا تخينه، راجل طالع راجل نازل، مش مداني وجودهم اللي مداني، ان مفيش ولا نطع منهم وهو نازل قال لي مساء الخير حتى.
استغفر الله العظيم يا رب. طلقت الولية أونطة. انت يا ولا انت يا زفت، وحياة امك وحياة امك ما نخليك البلد دي. اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه يا اخي؟ انت ايه؟ انت بلوى؟ انت ما بتحسش؟ طول النهار ماسك مفك قاعد تخور لي في الحاجات لغايه ما هتخليها تبوظ كل الحاجات دي باظت. انت ايه يا اخي؟ معلش يا بابا مش هعمل كده تاني خلاص. وديني وما اعبد، لو عين تشوفك تاني ماسك مفك ولا ماسك جهاز تاني انا هرميك في الشارع، انت فاهم؟ لا من ناحيه دي اطمن. اطمن؟ اطمن على ايه؟ لان مفيش ولا جهاز باقي علشان ابوظه، كله باظ بصراحه. كله باظ؟ يخرب بيت شيطانك، اعمل لك ايه؟ الكاسيت باظ، والسخان باظ، والمروحه باظت، امال ايه تاني؟ انت اللي بوظته. الوكمان الوكمان الوكمان؟ عملت فيه ايه الوكمان؟ صراحه ما عرفتش، كسره فرميته في الزباله. رميته في الزباله؟ اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ انت عايز تموتني؟ انت عايز تموتني وتجيب اجلي؟ شر عنك يا بابا بعد الشر. حبيبي يا ابني، حبيبي يا ابني. طب هو ينفع نص جنيه اشتري مصاصه؟ نص جنيه في عينك؟ مصاصه تقيله انتاله. انت لازم تترمى في الشارع، عارف ليه؟ عشان تعرف قيمه البيت، عشان تحافظ عليه وتعيش فيه كويس، انت فاهم؟ لا والنبي يا بابا، حتى ده انا عندي 8 سنين، يعني خليني اقعد سنه كمان. انت عايزني استحملك سنه كمان؟ انت هبل ولا مجنون؟ عشان السنه الجايه اجي الاقيك شايل لي حلقان البيبان وتقول لي حلقان البيبان باظت؟ هو حلقان البيبان اغلى مني؟ اه طبعا، لانها خشب زان، انت فاكرها ايه؟ خشب مسكي؟ بقول لك ايه؟ اطلع بره، اطلع بره. طب اصلح لك الغساله واقعد. بقول لك ايه يا عبد العزيز، انا عايز اقول لك حاجه يا ابني، العلاقه اللي بينا انتهت، ما عادش في عيشه بينا، لان كفايه قوي اني استحملتك 8 سنين متواصل. 8 سنين متواصل؟ ايوه 8 سنين متواصل. وانا ابنك ولا بشتغل عندك؟ بعدين ده انت نسيتني بدري بدري. يا ابني اسمعني يا ابني، انت من يوم امك ما ماتت وهي دبستك فين؟ اعمل فيك ايه؟ بقالي 8 سنين قاعد الف على حوالين نفسي في البيت بسببك، امال لو قعدت 12 سنه هتعمل فيا ايه؟ بقول لك ايه؟ اتفضل اطلع بره، وانت ما ينفعكش الا الشارع عبد العزيز، انت فاهم؟ يلا الشارع يا عبد العزيز. طب انا عايز النص جنيه بتاع المصاصه. اوت اوت اوت. انت جبتها منين دي يا بابا؟ انا بقول لك اوت اوت. ده انت بتشتغل كونسري، عموما نو بروبلم نو بروبلم. امشي يلا اطلع بره. بابا. نعم نعم يا حبيبي. نص جنيه بتوع المصاص. امشي يا ابني. اعمل ايه بس يا رب بعد اللي ابويا عمله معايا؟ انا عايز اشتري مصاص. انا حاسس وهي ساعتين ثلاثة كده وهيعطف عليا، مش معقولة يعني اب هيسيب ابنه وهو لحمة طرية زي. تمام تمام. ايه ده انا جعان قوي. ايه ده يا ست نجوان؟ ست نجوان ست نجوان. أيوة، ايوه ست نجوان. في الاكل قلتي لي هتعملوه. حاضر حاضر 10 دقايق. ربنا يخليك ست نجوان. ست أيوة نجوان. ايوه ست نجوان. النبي حطي لي مخلل وترش عشان بحبه. حاضر عينيا. حاضر ست نجوان. ست نجوان ست نجوان. النبي العيش قمريه شويه بس على اللي بحبه متسخن. الله يخليك ست نجوان. ست نجوان. أيوة. ست نجوان والنبي ربع رغيف بس عشان انا عامل دايت. شكرا. حاضر. جيبيش كتير يعني. حاضر. شكرا. الحمد لله الحمد لله. ابله سلوى ابله سلوى ابله سلوى. ايوه ايوه. فين صينيه الكنافه اللي قلت لي هتعملها لي؟ اه 5 دقايق وهحضرها لك. حاضر. ربنا يخليك. ابله سلوى ابله سلوى ابله سلوى ابله أيوة سلوى. عايز ايه؟ النبي لو سمحتي زودي العسل شويه عشان بحب العسل كتير على الكنافه. طيب يا اخويا. حاضر. شكرا قوي. ابله سلوى ابله سلوى يهو. ابله سلوى في ايه؟ النبي اقطعها لي حته من اخر الصينيه المقرمشه دي عشان بحبها. ماشي يا اخويا. شكرا قوي. حاضر. ابله سلوى ابله سلوى في ايه؟ انا واقفه اهو. النبي بعت لي معاه ميه عشان ساعات العسل بيحشرك في زوري من الكنافه. حاضر حاضر يا اخويا. حاضر. شكرا قوي شكرا قوي.
عم بيرم عم بيرم عم بيرم ايوه يا ابني عم بيرم ايوه يا ابني بتعمل ايه بتكوين القميص بتاعي ولا نسيت عم بيرم بتكوين القميص ونازل اهو ربنا يخليك شكرا عم بيرم العفو الله يخليك عم بيرم عم بيرم عم بيرم النبي انا بص يعني وانت بتكوي حط بودره عشان ممكن يتلسع ولا حاجه احط بودره حاضر شكرا عم بيرم عم بيرم النبي يعني خلي بالك التطبيقه بس ما تنعكشوش الله يخليك ما انا داخلك من هنا اهو يا ابني شكرا عم بيرم شكرا عم بيرم عم بيرم وانت بتبخ والنبي ما تبخش ميه كتير عشان ساعات القميص بيطلع مندي كده محتاج حاضر حاضر شكرا حاضر شكرا ربنا يخليك ربنا يخليك ايه ده ابويا اتاخر ليه كده ده اتاخر دلوقتي فوق ال 15 سنه ملوش حجه لا المواصلات تعمل كده ولا الزحمه ولا اي حاجه عم بيرب عم بيرب عم بيرب القميص وصل ومتشكر قوي العفو ربنا يخليك عم بيرب ربنا يخليك متشكر قوي ابويا فين كل ده تاخير 15 سنه بابا 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 السلام عليكم عمنا عايز اروح شارع عبد العزيز هو ده شارع عبد عايز نمره 15 قدام شكرا يا رب بارك في البضاعة الصيني 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 يا رب ولا ماركة تانية تتباع إلا الصيني 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 يا رب المخازن مرطرطة بضاعة كلها الصيني 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 حبيبي 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 مساء الخير مساء الخير إيه يا جودة مش فاهم مش كذا مرة بتيجي تلاقيني أعمل الطقوس الصيني عشان البضاعة تتباع ادعي معايا يا رب بعلنا كل البضاعة الصيني 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 كل الماركات تقف الا الصيني 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 بس ما تدعيش ما تدعيش الصيني 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 ايه اللي جرى النهارده ايه اللي جرى يا جوده مفيش اي حد دخل علينا لا بتلاجة ولا بغساله ولا بمكوى ولا ميكروويف هو في ايه لا مفيش مفيش احنا اتحسدنا اتحسدنا لا احنا ما اتحسدناش انا عارف دي مؤامره دنيئه لكل اللي بيتاجروا في الادوات الكهربائيه انا عارف انت عارف يا جوده انا اتولدت في الشارع ده اول جهاز فكيته وبوظته وصلحته كان هنا في الشارع ده اول مره اتقبض عليه يعملوا له محضر واتضرب على قفاه كان في الشارع ده وبعد كده كلهم اول ما لقوا الشارع حاله ماشي جم فتحوا وعملوا فيها معلمين وفتحوا محلات لا بس في الاخر في الاخر لا يصح الا الصحيح لا يصح الا ما تشوف حاجه تخرج من التوريطه بتاعت السين اي حاجه بنفس المعنى خلاص لا يحق الا الحقيق لا يحق الا الحقيق ما تكلمش يا بصراحة بصراحة أدبحين بتحن بتحن للزفت بقولك إيه أنا حاسس إن إحنا في حد يعني بيحاربنا بس مش مشكلة إحنا إن شاء الله ربنا هيكرمنا بإذن الله وكل البضاعة اللي عندنا هتتباع اللي هي البضاعة إيه السين سين 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 يا رب بارك في البضاعة السين سين 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 يا فاشل عارف الكهربائية تفتكر الشتيمة دي مين يا واد ومين هو عرة الكهربائية لا مش إحنا مش إحنا ده محل من المحلات اكيد بوظ لها الجهاز ما انت عارفهم نصابين ايوه وفشله ومتاخرين بس احنا مالناش دعوه احنا بتوع ايه سين 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 يا رب خلي اه يا نصاب يا فاشل واديني ما انا سايباك انا ولا انت ايه ده ايه ده الكلام ده ليه انا لا يا مدام انت غلطانه في العنوان غلطانه انا لا فاشل ولا صايح انا ايه اللي حصل اللي جرى ده انت فشل وستين فشل كمان يا جماعه انتوا ليه دايما تكونوا كل الناس تقول عليا فاشل مع اني اهم من كده بكتير هو انت في افشل منك ليه انا عملت لك ايه الشاكوسي بتاعي لسه بايظ ايه الشاكوسي بتاعي ايه ده دي انا فاكرها غلطت اول مره اه الشاكوسي بتاعك حضرتك ما اسموش شاكوسي ده مش موضوعنا انا مش هربيك من اول وجديد لكن 100 مره قلت لك ان الشاكوسي مش نافع مع السباكه اللي عند حضرتك في الحمام وانت مقاوعه اعمل ايه وانت مالك انت انت مالك لا اله الا الله يا ست يا ستي وبعدين مش لازم شاكوسي يعني عايزه انعاره ما تتنيله في اي دش وخلاص انا مش فاهمك بصراحه فلوس وديني محاسيبك يا لهوي انت صوتيني ليه يا خرابي في ايه يا ولاد يا نصاب هو انا بوظت لك ايه الشاكوسي لا ده واضح ان هي بتحب الجمله كده فاهمني هي مش عايزه تستحمى فيها بتحب تقول اسمه وغلط اجربها لك اجربها بص يا مدام بص يا مدام احنا اول حاجه هننقذ الموضوع حنفية السخن هنوزيها مع التانية عشان الاتنين يوصلوا لإيه؟ للشاكوسي شفت؟ شفت هي الله 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 إيه يا أبو عزيزة فاشل عامل قلق ليه أنت والتعويذة اللي معاك؟ هو كل يوم خناقة ولا إيه؟ صبح وظهر وليل وبين الوجبات في إيه؟ يا سادة ظريف وأنت مالك؟ إيه اللي دخل علينا ده؟ بتاع التلاجة اللي في المحل اللي جنبينا صدق بالمل يالا عايز إيه؟ وأنت يا حلو أنا مش قلت لك تعليلي من الأول رايح ألعب عزيز الفاشل ده هيسرق الزبون يا نهار اسود لو سمحت لو سمحت الزبونه دي بتاعتك لا بقول لك ايه احنا نروح بقى على الاسم والظابط
جدا، شاهدوا على الكلام ده. قبل الاسم اثبت لك ان الزبونه دي بتاعتي وبقى انا بتعامل معاها. اوعى ايدك، مش حضرتكي تعاملنا مع بعض وبالاماره بوصل لك حاجه مهمه في عندكم اسمها ايه؟ الشاكوس. سمعت؟ انا بوصل لك الشاكوس. اه والله انا مش رايح اسم لان في حاجه مهمه قوي. انا مستني ابويا بقالي 31 سنه، المفروض انا مشيت وهو جه في الثانيه دي، اعمل ايه؟ ابوك بقى يا حبيبي لما يجي يبقى يجي يضمنك من الاسم ان شاء الله. طب يرضيكي، بعد العمر ده كله يجي اول حاجه يعملها يضمنني في الاسم، وكل ده عشان ايه؟ وانا بوصل لك حاجه؟ بوصل لك ايه؟ ايوه الشاكوسي بتاعي، حرام عليك. انت بتضحك على ايه؟ انا مش رايح الاسم، واللي عندكم اعملوه. لا هنروح الاسم. هنروح الاسم. مش رايح الاسم؟ اه. طب واديني لبسك قضيه تحرش، وجيرانك هم واقفين وشاهدين. شاهدين ولا مش شاهدين؟ اه تحرش. انا اتحرشت بيها؟ اه خلاص، طالما اتحرشت تحرش دي قضيه، اتحرش بقى بيها. اه ما تحترم الرجاله اللي واقفه. انت راجل واحد، انت بتكتر نفسك ليه؟ انا هاجي معاكم واللي عندكم تعملوه. يلا. انا عارف انا مين، والشارع ده كله يعرف انا مين. ولا اعمل التعويذه عشان الرزق يمشي. ها لحد ما اجيلك، اتفضلي على الاسم. بس قبل ما نمشي النبي انا بوصل لك حاجه. الشاكوسي. الشاكوسي. يلا يلا هاني. يا يب يا يب، احفظ المحل اللي كله السين 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 السين. تمام يا فندم. نعم يا باشا. يا باشا الراجل ده بوظ لي الشاكوسي. بوظ لك ايه؟ بوظ لي الشاكوسي. شاكوسي؟ ده فن ست مختلف يا فندم، في حاجه اسمها اصلا اسمها شاكوسي حضرتك؟ دي ست انا اكتشفت ان هي اللي عندها حمام ولا بيت اصلا، ومهووسه مهووسه بموضوع الشاكوسي ده، والراجل ده كذاب وبيقول شاهد على اي حاجه وهو ما بيشهدش في الحقيقه ابدا. انا مظلوم حضرتك، مفيش اصلا قضيه. وبعدين الجو دوت، انا لا صيني ولا حاجه، انا راجل عادي، بس انا بشتغل في المنتجات الصيني مش اكتر يا فندم. ده عبد العزيز اشهر واحد في البلد يبوظ الاجهزه. انت عبد العزيز اللي بتبوظ الاجهزه؟ لا وبعرف اصلحها يا فندم. سمعتي سمعتي. بس الله اكبر. اتفضل يا عبد العزيز. اتفضل. ايه هو ده؟ اوعى هتشوف دلوقتي ايه هو ده. ايه اصله ده؟ اتكلم بقى مع الضابط. تحت امرك يا فندم. اسمعني كويس يا عبد العزيز. تحت امرك يا فندم. انا العقيد سمير عبد الحميد، ضابط في جهاز حساس في الدوله، واحنا عايزينك في مهمه رسميه وخطيره جدا جدا جدا. اهلا بيك. اهلا بيك. اتفضل يا عبد العزيز. اقعد يا عبد العزيز. ربنا يخليك. بص يا عبد العزيز، ايوه احنا اكتشفنا جهاز تجسس خطير جدا مزروع هنا، وعايزين يتجسسوا علينا، واحنا اكتشفناه بصعوبه بالغه وعايزين نبوظه. حضرتك انت بتهني بسمعتي، انا راجل بصلح وراجل اسطف. شوف ايه بيبوظ يا فندم؟ انا عمري ما بوظت حاجه. يا عبد العزيز هم لسه بيسمعونا لغايه دلوقتي وبيشوفونا من خلال الجهاز ده. حضرتك انا لو بوظته تشهد لي ان انا بعرف اصلح عشان اكل عيش ما يقفش. حاضر يا عبد العزيز. ربنا يخليك. اتفضل يا عبد العزيز. اكيد حضرتك سمعت عني واللي وصل لك السمعه حاقد وقال لك بيبوظ، بس انا بذمتك ببوظ حاجه؟ اه بتبوظ. ببوظ ايه؟ بوظت لي الشاكوسي. الله يقطعك انت والزفت بتاعك. اهدي شويه يا ماما. يلا يا عبد العزيز. يعني انا بوظه يا فندم؟ طبعا يا عبد العزيز، عايزين نخربه يا عبد العزيز. حالا حالا. خربه لنا يا عبد العزيز. بس اديني شهاده من الداخليه ان انا اسطى وبعرف اصلح عشان سمعتي. عبد العزيز. ربنا يخليك. اتفضل يا عبد العزيز. طب ممكن شويه تشجيع عشان ابوظه؟ حاضر عينيا الاثنين. يلا بوظه يا فاشل. يلا. يلا يا فاشل. بوظه يا غبي. بوظوا يا عبد العزيز. يا عبد العزيز يا غبي. بوظ الجهاز. يا جماعه يا جماعه اهدوا. يعني التبويظ ده الطريقه ديت بتاعه التشجيع السلبيه انا ممكن اطوره اكتر. انتوا لو قلتوا لي صلحوا صلحوا لوحدي هبوظ. حاضر يا عبد العزيز، هنشجعك تشجيع ايجابي. صلحوا يا عظيم، صلحوا يا عبقري. يلا يا نبيل. صلحوا يا كبير. وصلت لايه يا عبد العزيز؟ وصلت لايه يا عبد العزيز؟ ها يلا يا صلحوا صلحوا يا عظيم. انت نبغه يا عبد العزيز. انت نبغه. الجهاز باظ يا فندم. جهاز باظ، خد مني مجهود رهيب رهيب رهيب. الحمد لله. الحمد لله. دي موهبه من عند ربنا حضرتك، يعني انا بشكر ربنا عليها. بس ونمت يعني ما تاخدنيش في بالك ان انا مبوظتي. بس الحمد لله. ربنا يخليك. متشكرين جدا جدا يا عبد العزيز، وعمرنا ما هننسى جمايلك دي في تبويظ اي جهاز في البلد. اي حاجه حضرتك محتاجها في البيت في الشغل، انا احسن واحد بشتغل في الاجهزه ومعروف عني ده. عينيا يا عبد العزيز. ربنا يخليك. بتؤمر انا ليه عند حضرتك طلب؟ اتفضل يا عبد العزيز. انا ليه جار تاجر بيغلس عليا وبيسرق من الزباين، مش ده غلط يا فندم؟ طبعا. ولو قلت لحضرتك عليه مش ممكن حضرتك تحافظ عليه فورا؟ اهو الراجل ده. الراجل ده علي. يلا بره من هنا. يلا 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 يا حبيبي. يا باشا انا كمان بعرف ابوظ. يلا يا بابا. يلا يا فندم. يلا يلا غرفه داهيه. امرني يا عبد العزيز. انت مضايقني في الشارع ومضايق عليا ومضايق عليا رزقي. اعتبره مش موجود يا حبيبي. ربنا يخليك يا فندم. حاجه ثانيه معلش. عينيا. انا ظهرت في حياتي فجاه كده واحده ست كانت عنك مجنونه متخيله انها عندها جاكوزي كويس، وهي من يعني واضح انها يعني غلبانه فمجنون شاكوسي. الشاكوسي هي هبله في النهايه. أيوة. كل شويه تجيلي تتهمني ان انا رحت بيتها وبوظت لها الشاكوسي، فبعد اذن حضرتك ارحمني منها. قولي لي القعده. بصها انا هسيبك. هو انا بوظت لك ايه يا مدام؟ الشاكوسي.
شوفي حجزوا الست دي هنا لو سمحتوا. يلا قول لها ان انتوا عندكم جوه عندهم شاكوسي جوه تنبسطي. يلا في شاكوسي هنا عندنا. يلا يلا حضرتك اتفضل حجزوها عندنا. يلا حجزوا الزغرات للشاكوسي. يلا مع السلامه عبد العزيز. فن ربنا يخليك يا عبد العزيز. الله يخليك. عندي سلامه عبد العزيز. شكرا. الله يخليك. محمد هنيدي النهارده منورنا ونجاح ساحق لفيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. تقول ايه للجمهور اللي جوه كله؟ ميرسي الاول يا انجي. بقول طبعا للجمهور يعني كلنا اذا كنت انا او وائل احسان او الاستاذ يوسف معاطي او شركه الانتاج كلنا تعبنا على الفيلم دوت عشان خاطر الجمهور فرد الفعل الحمد لله الحمد لله. اول تعامل مع الكاتب يوسف معاطي هنشوفك قريب تاني معاه؟ الحقيقه للاسف يعني انه اول مره بس ان شاء الله بعد كده في اعمال باذن الله تكون مفاجاه باذن الله. محمد هنيدي النهارده بتفكر تعمل جزء تاني للفيلم بعد النجاح الكبير قوي اللي شفناه؟ والله احنا فكرنا في جزء تاني بس الحقيقه في فكره جديده طلعت وان شاء الله تنفذ قريب وهو نتحول لمسلسل باذن مسلسل؟ الله. مسلسل؟ ان شاء الله. اشمعنى؟ مسلسل هيديكي وقت او يدي الاستاذ يوسف معاطي براح يتكلم في مواضيع كتير في المجتمع فاهماني شخصيات اكتر وان شاء الله يبقى مفاجاه مش عايز احرقه. شعبان مبروك ابو العالمين حموده، اسم الفيلم طويل قوي؟ ما هو اسم طويل عشان بطل الفيلم قصير احنا بنقول للناس كده لكن هو اسمه هو كان جريء شويه جربناه على الناس في ناس انبسطت وناس استغربت ولكن الناس استوعبت الحمد لله. عايزه اهنيك تهنئه خاصه مني ومن كل الجمهور اللي موجود وبنقول لك الف مبروك على فيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. شكرا للنجم محمد هنيدي الحقيقه يا جماعه حقيقي جامد. شكرا ميرسي برافو. ومعانا كمان دلوقتي المخرج وائل احسان اتفضل. مبروك على الفيلم جدا. الله يبارك. طيب لو سألتك محمد هنيدي إيه اللي بيميزه عن بقية جيله؟ لا كل ممثل له مميزات ومميزات هنيدي كمان وشه البشوش. طيب عموما أنا بشكرك جدا جدا بجد على وجودك معانا النهاردة والعرض الخاص جدا لفيلم شعبان مبروك أبو العالمين حمودة. بشكر جدا المخرج وائل إحسان واستنونا أكيد وعروض خاصة تانية وعروض خاصة جدا جدا والنهاردة كنا مع فيلم شعبان مبروك أبو العالمين حمودة. اهلا يا استاذ يوسف. ازي حضرتك؟ موجود يا فندم. الاستاذ يوسف معطي يا استاذ. يا جو ازيك يا حبيبي وحشني. التصوير ماشي تمام الحمد لله. ايه تتكلم بجد؟ دي فكره تحفه. عايز تعمل شعبان مبروك ابو العالمين حموده مسرح؟ الله عليك. وكده يا معلم نبقى عملناها ثلاثه الفيلم والمسلسل والمسرح. انا موافق جدا توكل على الله. اتفضل قدامي. ايه ده ثانيه. يا استاذ يوسف. استاذ بقفل. يوسف معاطي المتهم الاول. المتهم الاول؟ خير يا فندم في ايه؟ احنا شرطه الاجزاء. شرطه ايه؟ الاجزاء. انا مش فاهم حاجه يعني ايه شرطه اجزاء. بعدين اتفضل. اتفضل فين يا فندم في ايه؟ امشي. ايه يا جوده اللي بيحصل؟ يا استاذ اقول لك محامي؟ تقومني محامي وانا حرامي فراخ يا جوده. كلم النقابه. امشي. ايه ده؟ فندم في ايه يا فندم مش فاهم حاجه. بعدين امشي. يا نهار اسود يا جماعه انا ممثل مش ارهابي. قدامي. امشي. ايه الاوفر ده يا فندم انا ابتديت اخاف. انا قلت قدامي يعني قدامي. امشي. امشي اروح فين؟ ايه ده؟ لا سوري يا حضره الظابط لو تكرمت انا بس مش فاهم انا هنا بعمل ايه في المكان ده. اخرس انت لسه شفت حاجه قدامي. هشوف ليه يا فندم حاجه؟ انا راجل ممثل وليه نقابه وبعدين انا ما غلطتش في التمثيل. كل اللي قلته انا الاستاذ شعبان مبروك ابو العالمين حموده يعني ما غلطتش في حد. وسالت قالوا لي ان هنا قسم الاجزاء يعني ايه؟ قالوا لي بيقبضوا على الممثلين اللي بتعمل كذا جزء. ليه يا فندم؟ بعدين لا مش بعدين. استاذ اسماعيل ياسين عمل اجزاء ما حدش كلمه. يا امشي. حاضر انا مستغرب بصراحه. ايه ده استاذ صلاح استعداني صورته هنا ليه؟ ايه ده انتوا قابضين عليه يا فندم؟ يا نهار اسود. استاذ صلاح سلامتك. انا عرفت انا فهمت يمكن عشان حضرتك عملت ليالي الحلميه ثلاث اجزاء. طب ما الاستاذ يحيى الفخراني كان معاك ما بقبضوش عليه ليه؟ لازم نعمل مظاهره يا استاذ صلاح ده موضوع عجيب. كان عامل ثلاث اجزاء اهو. بعدين انا بس بعدين. يعني بحاول افهم انا مش حاجه عجيبه بصراحه. ايه ده استاذ نور الشريف كمان؟ ايه ده؟ يا نهار اسود استاذ نور حضرتك ماسكينك ليه؟ فيلم حبيبي دايما كان جزء واحد.
صح، يبقى عشان مسلسل الدالي عملته كذا جزء. احنا مش لازم نسكت يا استاذ نور بصراحه، ما يموتونا ما نمثلش بقى، صح ولا؟ انا عايز افهم بس، يعني الجهه اللي بنتعامل معاها دلوقتي تبع وزاره الداخليه ولا تبع معهد فنون مسرحيه؟ لا انت هتتجنن، هتتجنن يا فندم. حضرتك ما ينفعش كده، انا ليه محامي. طب حد يتصل باشرف عباقي؟ الله، لا كلموا لي اشرف عباقي يا جماعه. بص ايه ده، ايه ده، ايه ده؟ ارحموني يا ساتر يا رب، انا مظلوم. ده مين ده؟ مظلوم ده الاستاذ محمود المليجي. بلي، لا لا. ارحموني، انا مظلوم، انا بريء. عم حسن حسني؟ طبعا يا ريس، ما انت ما شاء الله عملت اجزاء كتير، لازم يقبضوا عليك. طب ولع النور. يا خبر ابيض، الاستاذ غسان مطر. سلامتك يا استاذ غسان. انت مين؟ انت مش عارفني يا ريس؟ انا محمد هنيدي اللي عملت معاك فيلم امير البحار. الله، يبقى افتكرتني. محمد هنيدي وغلاوتك عندي انا تروى الف سلام. الف سلام عليك يا ريس، سلامتك. طب وجابينك ليه؟ انت اللي عملت فيلم اجزاء ولا مسلسل اجزاء، جاي في ايه يا ريس؟ شياطين البحر. فيلم شياطين البحر بتاع زمان؟ ليه، ايه اللي حصل فيه؟ انا الكافتيريا، قضيت كافتيريا؟ كافتيريا، قضيت كافتيريا. كنت اعزم الشباب اللي معايا الممثلين محمد عوض ويوسف فخر الدين وحسن يوسف، اسقيهم واطعميهم على حسابي. خدت بالك؟ وبعد كده خدت لوح شوكولاته بالبندق واجوستين. روقت نفسك يعني؟ روقتهم وروقت نفسي. طبعا. فطبعا قالوا لي ايه ده، ايه ده، دي اموال الدوله. وانت ما دفعتش يا ريس؟ لا، ما حسبتش البوفيه. طب معلش يا ريس، يعني الحق حق بصراحة، الجماعة عندهم حق، يعني فيلم إنتاج الدولة ماشي، بس ما تقعدش أنت تعمل فيه أبو علي وتعزم محمد عوض. إزاي؟ ما أنا عزمتك أنت. أنت عزمتني، عملت معاك فيلم أمير البحار ما جبتليش فنجان قهوة. يا راجل، أنا اللي طعميتك في القهوة. أنت طعميتي؟ لا سوري، مش قادر أتعاطف معاك يا عم غسان. أنا آسف. يا سجان، يا سجان. هتعمل إيه؟ همشي وأسيبك، أنا اتخنقت، أنا فاكر مظلوم. يا راجل صلي على النبي. خدني من هنا، عامل لي فيها فييس قوي، ولا جبت لنا شاي في الفيلم؟ يلا يا راجل بره، والله ما قاعد معاه. سلام عليكم يا عم. هنيدي، سلم لي على إلهام شهيد، قول لهم يرحموني. اهلا اهلا اهلا، الله يخليك. اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا فندم؟ ربنا يخليك. اتفضل. شكرا يا فندم. لا لا والله، اتفضل على كرسيك. لا ما يصحش يا فندم. لا لا، ازاي؟ اتفضل. متشكر. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. شكرا يا فندم. معلش انا اسف. تحت امرك. طلب اخوي. تحت امرك. بنتي بس صفاء. بتحب حضرتك قوي. يلا تحت امرك، ربنا يخليها ويحفظها ان شاء الله. شكرا، شكرا جزيلا. شكرا. اتفضل. ميرسي جدا. العفو. اتفضل اهو. والله يخليني قاعد. اتفضل اهو. ايه ده؟ انه في يوم اسود واخبر على كل جاسوس متآمر، تم مواجهة المتهم الثاني محمد هنيدي بالآتي. ايه علاقتك بشعبان؟ شعبان مين يا فندم؟ شعبان عبد الرحيم؟ هنستعبط، هنستعبط من اولها يا فندم. مفيش استعباط ولا حاجة، بس يعني انا طول حياتي ما عرفتش واحد اسمه شعبان. اخ اخ منكم انتوا يا فنانين، اخ. هتكذب عليا؟ عايز تفهمني انك ما تعرفش حد اسمه شعبان؟ خلاص فهمني حضرتك، لان واضح ان حضرتك عندك معلومات شخصية عني اكتر مني. طب يا سيدي، شعبان مبروك ابو العالمين حمودة، ولا اقول كمان؟ ايوه يا فندم، شعبان مبروك ابو العالمين حمودة، دي شخصية اتكتبت وانا مثلتها. ايه الموضوع يعني؟ بس كده، ضابط ساذج. انا ساذج عشان اصدقك واكتب الكلام ده كله في المحضر؟ لا يا فندم العفو، انا ما قلتش كده، بس بصراحه يعني حضرتك مكبر الموضوع قوي، ده اوفر كده. ده يعني في ايه؟ انا مثلت شخصيه، ايه اللي حصل يا فندم؟ ولا حضرتك بتشتغلني بقى؟ اشتغلك ضابط فاضي وما عنديش شغل عشان اشتغلك. يا فندم العفو، انا ما قلتش كده ولا اقدر اقول كده، انا تحت امر حضرتك. ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ تقديمك للشخصيه دي فأكثر من عمل، فيلم، مسلسل، وبتسعى له في مسرحية.
يا فندم حضرتك لازم تعرف ان ده مش قراري انا، في مؤلف وفي مخرج وفي منتج كده يعني. تقديمك لشخصية المدرس الفلاح القروي الساذج قاصد تهينه وتسخر منه في المجتمعات الغربية. لا والله يا فندم بالعكس، ما كانش كده خالص. تقديمك لأبناء الوزراء بأنهم مجانين عابسين لاهين، القصد منه خلخلة السلام الاجتماعي في المنطقة. يا نهار اسود ومنايل، ايه يا جماعة في ايه؟ انتوا مكبرين الدنيا ليه كده؟ لو سمحت يا فندم انا بطلب القبض على المؤلف والمخرج. لا يا حبيبي، الشيلة بقت كلها بتاعتك. الشيلة كلها بتاعتي؟ شيلة ايه؟ وانا شيل شيلة ليه اصلا؟ وايه الموضوع؟ قريت جرايد بكرة؟ لا يا فندم. خد اقرا بقى. بص يوسف معاطي كاتب ايه؟ كاتب ايه حضرتك؟ شعبان ابو العالمين حمودة، تأليف هنيدي، ووضعت اسمي مجاملة. لا انا ما صدقش ان الاستاذ يوسف يقول كده. حلو ماشي، طب ايه بقى رأيك في الفيديو ده؟ اللي انا بحبهم يعني. ايوه ايه؟ هنيدي اتمسك. يعني انا بصراحة في الفترة الاخيرة ما حبيتش اشتغل مع هنيدي شوية، يعني هو برضو تحس ان كده في تقل، في مشاكل يعني حاصله بيننا وبينه. وبعدين الحمد لله يعني ان انا حتى رفضت الفيلم الاخير اللي هو بتاع شعبان رمضان مبروك ابو حموده ده، وقلت له يعني الفيلم مش مناسب معاه يعني. فالحمد لله يعني. بصراحه انا حتى كمان قابلت النجمه محمد هنيدي وقلت له، حذرته كمان، قلت له اوعى اياك والاجزاء، لان الاجزاء ده شيء وحش جدا، ده ناقص كمان يطلع لي في الاذاعه، يعني مش ممكن فيلم ومسلسل، لا 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 لا، شيء بجد مؤسف جدا. وتهرينا على مدار السنين من ليالي الحلميه للداري لكده النسا، لا فكره بجد سيئه جدا، لازم خلاص تنتهي بقى، ادمت قوي. كفايه ولا نقول كمان؟ لا كفايه يا فندم، رغم اللي انا شفته وسمعته من الزملاء ده مش دليل قاطع للادانه. لا ارتهب ذكاء، بس انا عندي قفلة الموضوع. ايه رأيك في البوستر ده؟ جبناه من قدام سينما مترو، تأليف محمد هنيدي، اخراج محمد هنيدي، انتاج. كفاية يا فندم كفاية، ارجوك كفاية، متشكر قوي. يمكن الحاجة الوحيدة اللي حصلت في المحنة دي ان انا عرفت الزملاء كويس، متشكر جدا يا فندم. يا فندم انا بعترف لحضرتك ان انا صاحب كل الجرائم دي، وانا اللي انتجت والفت وعملت كل حاجه، وانا كنت وراء اصرار فكره ان احنا نعمل اجزاء لحضرتك. انا هشيل كل الموضوع، وانا مع حضرتك، ويا ريت تكتب في محضر رسمي ان انا بعتزل التمثيل، لان انا ما يشرفنيش ان اشتغل مع زملاء يبعوني كده. ممكن اقعد مع نفسي شويه بعد اذن حضرتك؟ خد وقتك. شكرا. فظيع فظيع فظيع. مالك؟ ايه ده يا فندم؟ سوري، لا مفيش حاجه، انا عايز اروح بعد اذن حضرتك، انا واضح ان انا مجهد. شكرا على كل حاجه. شكرا يا فندم، شكرا، ربنا يخليك. فرصه سعيده يا فندم. شكرا. انا اسعد. الله يخليك. يا ريت بعد اذنك. تحت امرك. طلب اخوي. امر بنتي صفاء بتحب تكتب الواجب بالقلم الاحمر. اتفضل يا فندم، اتفضل، ربنا يحفظها، اجيب لها كرتونه ان شاء الله. شكرا. العفو يا فندم. اختها ابتهال آه بتحب تكتب الواجب بالقلم الازرق. ربنا يحفظها يا فندم. شكرا. شكرا. بعد اذن حضرتك. شكرا. طب مفيش حاجه ليا؟ حاجه زي ايه؟ تذكار يعني حضرتك؟ يا ريت. تحت امر حضرتك، بس تصدق انت راجل محترم، انا هديك حاجه غاليه عليا جدا. لا لا يا فندم، والله والله لا تلبسها، ارجوك ارجوك. شكرا جدا. شكرا. سلام عليكم. قلبي حاسس انه بريء. الحملة الفرنسية على مصر هي حملة عسكرية قام بها نابليون بونابرت على مصر والشرق بهدف قطع الطريق ما بين بريطانيا ومستعمراتها في الهند. يقول الكاتب عباس محمود العقاد: لا يكفي ان تكون في النور لكي ترى. جنوب شرق آسيا وعلى غرب المحيط الهادي وعاصمته كامبيرا. بس يا ابني بقى هبكي، والله هبكي،
وجسمي اشهر. بسم الله ما شاء الله عليك يا يوسف، ربنا يحميك. ايه كم السقافة والمعلومات دي يا ابني، ما شاء الله. تستعد الفنانة سحر رامي لبطولة مسلسل جديد. الله 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 الله، المعلومات حتى للفنانين ما شاء الله. طب بقول لك ايه، ما عندكش اخبار كده ولا كده عن الفنانة نهلة سلامة؟ اديني انت بس ساعة يا ابويا واجمع لحضرتك كل معلوماتها. ربنا يبارك لي فيك يا ابني، بسم الله ما شاء الله، ونعم الابن ونعم الوريث. الله يبارك لك، انت لازم تشيل اسم ابوك وتسونه، لازم. مفيش في تاريخ مصر دي كلها في سوق الفرارجية والفراخ اسم هيتكرر زي اسم ابوك المعلم عباس الزربو. ربنا يقدرك يا ابني وتشرفني. ده شكر قوي يا ابويا، يا رب اكون عند حسن ظن حضرتك وقد مسؤوليه الاسم اللي انا شايله. بسم الله ما شاء الله، انا مخلف عيل اكبر مني وقاره اكتر مني. ربنا يحميك يا ابني، هو ربنا مديك وقار بشنبك اللي اتولدت بيه ده، بس بخف شويه يا يوسف ها، عشان خايف عليك من الحسد راحه وجايه في الحاره. ربنا يبارك لك يا ابني ويزيدك. ما شاء الله ما شاء الله، ايه ده ايه ده، وانجليزي وعربي. بقول لك يا ده يوسف، عارف تلعب مع الواد فريد ابن بلانيلا ده خالص، هما ستايل واحنا ستايل، خلاص؟ ليه كده بس يا ابويا؟ ده انا بحب الواد ده قوي. لا هتقول لي ليه ولا وبحبه وتحصى امري، مهنسى الوقار والشنب والثقافه والسعك على قفاك. اسمع كلام ابوك المعلم عباس ياض. يا ابني يا ابني انا فاهمهم اكتر منك. الواطي واطي لو اشترى ب 1000 جنيه بلاطي. قولها ورايا، الواطي واطي لو اشترى ب 1000. اعمل لي فيها شريف يا عباس. طب وحياه امك لو ورادك بعاد؟ بقول انا مش هفتح بوقي واسيبك انت تسوق. انا عايزك تسمعني وانا بقنعه بطريقتي الشيطانيه البريئه. ايش تشوف مين ولا قوم انا افتح يا استاذ يوسف؟ لا لا ما ينفعش يا ابويا، بس مش معقول الوقار ده كله قوم يفتح وانا قاعد. معلش، الحمد لله فضل ونعم. ازيك يا يوسف يا حبيبي؟ بابا موجود؟ هو يا حاج اتفضل. هو فين؟ امال بيقول موجود ازاي؟ اهلا وسهلا. مفيش حاجه، تعالى ما تخافش، البيت نور. اهلا يا دي الزياره العزيزه. اهلا 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 يا سحر، ايه النور ده؟ ما شاء الله ما شاء الله. ده يوسف، امشي يا فاشل اقراك حاجه بدل مش عارف تقرا سطر من الكتاب. يلا كل عاوزه برب الفلط، خش جوه. ما شاء الله ما شاء الله، يوسف كبر وفريد كبر. الظاهر العيال هيعجزونا ولا ايه يا معلم عباس؟ لا ولا عجزونا ولا حاجه، ربنا يبارك في الذريه كلها. يا اهلا وسهلا. انما ايه موضوع الشنب دوت؟ الشنب يا سيدي امه السبب الله يسامحها، وهي حامل فيه. الله يخرب بيت الوحم وسيره الوحم. طول ما حامل فيه قاعده بتتفرج على مسلسل كله رجاله ما فيهوش ست واحده، وكل واحد شنبه قد كده. يا ست قوم الله يهديكي، مفيش. يا ست اللي يلزق في الواد اللي نازل شنب هنا ولا هنا، مفيش. ونزل الواد ربنا رزقنا بيه بيبي لسه مولود، ببص اتخضيت لقيته بشنب، قلت هعمل ايه؟ اهل الحكمه بقى قالوا لي ان هيطلع فيه وقار ان شاء الله، ربنا يحميهم جميعا. اهلا اهلا اهلا. عم لا تحلقه له ولا حاجه. انا قلت احلقه له، ده في شنب ابني وفرحان بيه. بس بيني وبينك، بيني وبينك يعني، انا فرحان بيه كل حاجه، بس نفسي اشيله له. الواد مش عايش طفولته. والله عايز احرقوله وهو نايم، اشيلهوله بكماشه، وبيقولوا في خواجه في بلاد بره عايز ياخده يشيلهوله كده بالليزر. هشوف هعمل فيه ايه، هشوف. عم لا تحرقهوله ولا حاجه، يعني ابن عباس الزربيو هيطلع ايه؟ اكيد دكر وبارم شنبات. والحمد لله انت حامت على المسلسل ده وطلع بشنب. انا كنت خايف وهي حامل تشوفك، ما تاخذنيش يعني. اهلا اهلا. ايه اللي لم الشمع المغربي؟ ايه اللي لمك على السحت يا معلم؟ لا سحت ده حبيبي. اهلا وسهلا. شكلكم كده بحواجبكم المطرطقه اوفر ديت، في حاجه مريبه. خير، هاتوا على بلاطه. قوم البس وتعالى معايا. البس وانا قاعد بالشورت وانا قاعد عريان. الله ما تقول له يا سحت،
شايف لحم مدلدل قدامك؟ ما انا قاعد مستور اهو زي الفل، ولبسي اشيك لبس اروح فيه في اي حته. بنطلون ده ولا مش بنطلون؟ بنطلون. ودي اللي فوق البنطلون ولا دي اللي فوق البنطلون؟ دي اللي فوق البنطلون. طب ايه انت جاي تهزقني البيت تقول لي قوم البس؟ ما انا قاعد محترم. اخلص اسر الكلام، عايز ايه؟ لا مؤاخذه، عايزينك تيجي معانا دلوقتي. ليه؟ هنروح فين؟ هنروح للكنز. بتخوفني ليه يا عم؟ اللي هنروح للكنز. الراجل ده طبيعي ولا كنز؟ انت اتجننت ولا ايه؟ ايوه كنز. قوم بقى يقلط على معانا. ايوه بس مش عايز تعطل عندي صلاه عيشه، وهنروح نشوف الكنز. شكلك اتخبلت. اديني دقيقه واحده البس هدومي عشان اروح معاك. ثانيه واحده، الناس دي جت ورطتي في حاجه، ربنا يستر. الله عليك يا بلانيله، جبت رجل. مش قلت لك؟ ادخل يا معلم عباس، ما تخافش. ادخل ايه؟ ما انا داخل بالي دقيقتين. طب تعالى تعالى. ايه اللي هيخوفني ان شاء الله؟ قل لن يسيبنا الا ما كتب الله لنا. روح يا سحت هات كرسي عشان عمك عباس يقعد ويرتاح. لا 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 لا، ملوش لزوم ولا كرسي ولا بتاع. شوفوا بس عايزيني فيه عشان الحق صلاه العشاء. طيب افتح يا سحت. هوبا. ايه ده؟ ايه المفاجاه الرهيبه دي؟ ايه كم الكازوز ده؟ ايه رايك في المفاجاه دي؟ لا ده انا مندهش. ايه الكازوز ده كله؟ والازاز بتاعته قد ايه وراحت فين؟ وفين الناس اللي شربت كل الكازوز ده؟ فهمونا يا اخواننا. لا ابدا مفيش حاجه. السحت لقاهم في خرابه، شيع لي مرسال، قمت محملهم على المخزن هنا. والمطلوب؟ ولا حاجه. يعني ايه ولا حاجه؟ جايبين تفرجني على الكازوز وخلاص وامشي ولا ايه؟ لا ابدا، انا بس كنت نادر. أيوة. ان انا انتشتك من الفقر اللي انت فيه انت والعيال. عشان كده انا هنصص معاه. تنصص معاه ده ايه يا بلانيله؟ وانا فين حقي لا مؤاخذه؟ بعدين يا سحت هروقك انا بعدين. ها قلت ايه يا معلم عباس؟ كازوز ده حرام يا بلانيله. حرام؟ طبعا حرام، فحرام مش بتاعنا. افرض حد جه سابه هنا واحنا بقى كده يبقى سرقناها، حرام ولا مش حرام؟ لا مش حرام. وبعدين الكازوز ده انا لقيته في الخرابه، ولفيت الخرابه حته حته، فليتها، مفيش حد لا هنا ولا هنا ولا هنا ولا في صريخ ابن يومين. اسر الكلام، انا قلت لا يمكن احط ايدي في كازوز فلوس حرام. ما تبقاش غبي يا معلم عباس، فكر في مستقبلك ومستقبل ولادك. ايه الشر ده؟ انت قلبت شيطان ليه كده؟ ولادي يتحرقوا، ولادي يجوعوا، ولا انهم ياكلوا من مال كازوز حرام؟ بالاذن. ما تبقاش غبي يا معلم عباس واسمع الكلام. مش قادر اقتنع، بقول لك فلوسه حرام. بالاذن. مش هترجعني تاني؟ لا انا عطشان، مفيش اي شويه ميه او شويه من الحاجات اللي انتوا فرقعتوها ديت؟ مفيش ازازه فضله لسه؟ افتح له ازازه. انت فاهم ان انا جيت على هواك صح؟ ايوه. يلا افهم افهم. انتوا فاهمين ان انا ايه؟ خلاص ايوه مشيت وراكم شيطانتكم. اشرب اشرب كمان كمان. استغفر الله العظيم يا رب، ده انا كنت عطشان. السلام عليكم. لسه في شويه يا معلم عباس. وهي تاني تاني تاني. خدها معاك لو عايز. حد الله ما بيني وبين الحرام. الله يدور عليك يا بلانيلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا نهار اسود. أنت يا يوسف. أنت يا يوسف، أنت والزفت ده بتعمله كده؟ أنت اللي صرفت عليك شقة عمري عشان تطلع محترم وتبقى وريسي في الفراخ، تعمل البلاوي السودة دي يا يوسف. يا عم سيبني في حالي بقى. 12 سنة وأنا مش عايش حياتي. حياتي كلها كتب في كتب في كتب. أيوة كنت بأهلك عشان تبقى وريسي في الفراخ يا يوسف وتشيل اسمي. هقول ايه؟ اصحاب السوق، انت قاعد يا فريد يا زفت. يلا شيل الحاجات دي اللي دماغك غور من هنا. يلا اخدهم ازاي يا عم الحاج؟ يا عم الحاج انا هتصرف. يلا غور من هنا، انا هتصرف. الله يخرب بيوتكم وبيت مجيتكم. قوم يا قاعد، قوم. ده متنح طبعا، مش قادر تمشي باللي طفى. يلا ما تجيش عندنا تاني. بالسلامه بالسلامه. اخس عليك يا يوسف، اخس عليك، ومسكها في ايدك كمان بقى. انا بصرف عليك ده كله عشان تعيش لي في الحاجات الساقعه والبلاوي دي. يوسف عيب، انت عارف امك الله يرحمها لو كانت عايشه وشافتك في المنظر ده كان جرى لها ايه؟ كانت اتململت واتشلت يا يوسف قبل ما تموت.
ده اسمه كلام يا ابني. قوم يا حبيبي، قوم برضاي عليك، قوم دب صباعك في بقك، والله اشرب شويه ماء وملح ورجع القرف ده. مش احنا بتوع الكلام ده يا ابني؟ يا ابني انت ابن الحاج عباس، عباس السيريبو، اكبر فرارجي فيك يا مصر. يا انت فيك ايه؟ خضتني عليك، انت فايق ولا مش فايق؟ فايق؟ طب سمعني صوتك ما تخضنيش. خلاص يا ابويا انا فقت. طب الحمد لله، ربنا يبارك لي فيك يا ابني. اوعى اوعى رجلك دي، ابوك معدي، بلاش اللي اتادب. هادي بقى، هات. اسمع يا ابني، كل الحاجات دي كلام فاضي. اسمع يا ابني، اشقى واتعب وذاكر عشان هعيدها لك، تيجي تقف في المحل وتشرف ابوك في وسط الفراخ. هاتن كزوزة وطلعيني هوبا مزابوزة والحال عجيب. قشطة. السلام عليكم يا بلانيلة. اهلا اهلا عم عباس. صلي على النبي عليك. اللي اوله شرط اخره لايت. اخره ايه؟ لايت. اعديها لك عشان الحالة اللي انت فيها. اعملوا فيا اللي انتوا عاوزينه الا ابني وزرتي وسلالتي. الوريث يا ابني محدش يجي جنبه، يا اما هطير فيها الرقاب، فاهمين ولا لا؟ واحنا عملنا ايه لابنك؟ عملت ايه؟ الواد بيعمل اللي انتوا بتعملوه، الواد خلاص شدتوه، ابني لا، فهمني ولا لا يا بلانيلة؟ لا ده انت تقول لابنك بقى اللي يبعد عن ابني، عشان ابنك هو اللي بيقول لابني. المهم ان ابنك وابني بيقعدوا مع بعض، ويا ريتهم بيعملوا علاقة برضه زيكم، ماشيين في موضوع الكازوز اللي انا مقتنع انه من مال حرام. فاهمين ولا مش فاهمين؟ عارف ليه؟ ليه؟ الواد ابنك ده واد رجولة، ذكر من يوم. أنا عارف، عشان كده أنتوا عايزين تدمروه، عشان أول طفل يدخل الموسوعة، اتولد بشنب، ده كنز وده ابني ولازم أحافظ عليه، واللي هيقرب له ما يعرفش أنا هعمل فيه إيه، عايزين مني أي حاجة تاني؟ سلام عليكم. سلام عليكم. يا عم أنت لازم تفتخر إن ابنك راجل. طب بقول لك إيه؟ آه. ما تديني بقى عشان عطشان. شوف طلع زي ابني. لا مش مسألة زي ابني بس، مش عارف باجي هنا بعطش ليه، واول ما اجي اخرج اعطش. هو العيال كده. يلا يلا اشرب اشرب اشرب. ربنا يتوب عليكم اللي انتوا ماشيين فيه. اشرب اشرب. هات شوية كازوز، هات شوية كازوز. خد يا حبيبي خد. كازوز كازوز. اديله كازوز يا حبيبي. حاجات دي بفلوس ها؟ امال ايه؟ اول مره كده عشان والوان ايش احمر وايش يعني هتجيب عائد صح؟ ايوه. العائد ده حرام؟ تتكلم بجد؟ حرام. لو اكلت بيه عيالي تطلع سلالتي كلها مغضوب عليها صح؟ عشان حرام. ايوه. بس هي بفلوس شكلها حلوه يا عم. في الاول بس نجر رجلك كده. طب انا اقول لك على حاجه، حرام ليه؟ واحنا سرقناها من حد؟ مش انتوا لما جبتوني قلتوا ان انتوا لقيتوها كده، تعرفوا صاحبها؟ لا ما نعرفوش. خلاص يبقى مش حرام يا جدعان، انتوا جايين دماغكم ليه؟ مش حرام. عبي عبي قول لي بقى، عندك كام كازوزه وهنبيع فين وهنودي لمين وبكام؟ حلو ده حلو ده. الله هاتي الكازوزه. هو ده. خلي بس شويه عشان الواد ابني بيحبها قوي. ها ابعته له ابعته له. وانا مثبت فيها واحنا نعرف اصحابهم. انا عارف. الله امال حرام ليه؟ حاجه لان ربنا سايبها لنا في المخزن. خلاص نباشش بقى على عيالنا. احنا عندنا كام صندوق كده بقى؟ كتير كتير. طب انا اقول لك على حاجه، احنا عندنا اللون اصفر واحمر، احنا عايزين نتهور شويه نمشيها يعني، نستفيد باللي بعته ربنا نعمله بيزنس. صح ولا لا؟ ولو طلع لها صاحب بعد كده ندي له حاجه والراضي وخلاص. لكن انت ايه؟ انتوا تعرفوا ليها صاحب؟ لا. يبقى مش حرام يا جدع. امال انت ثبت في الرجوله ليه؟ اشرب اشرب يا حاج. هو دخل دمك يا حاج انا عارف. خش خش. الله انتوا ناس طيبين، ربنا بعت لكم عشان تجيبوا لنا فلوس. يا دي ما بتشربش ليه يا معلم؟ مين؟ لا سيبها سيبها سيبها، مرتين ثلاثه هي هتفتح لوحدها. اشرب اشرب اشرب. خبيل صاحبك خبيل صاحبك يا رجاله. ايه يا حبيبي؟ نتوكل بقى على الله وانتوا اظبطوا الظبطه كده وشوفوا نصيبي كام وايه هتقولي على البيت، عشان ما بحبش اخد فلوس حرام يعني لايف كده. انتوا اظبطوها هاتوها. والعيال مع بعض حبايب. عيال مين؟ ابني وابنك. يا سيدي من النهارده عايشين اكلين شاربين بيتين مع بعض. اوه احنا شرفنا. بترش بترش عليا في المخزن بتاعك، بترش عليا بيبسي في المخزن. هو ده هزار ولا السكر ولا ايه؟ سكر يا حاج سكر يا سكر يا حاج سكر. ايه يا حاج ده يا حاج؟ خلاص بقى بينا ولاد كار. دخل دمك يا حاج. حلو قوي قوي قوي.
اديها تاني. اديها 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 اديها. ربنا يخلينا بالحلال. ايش يا بوبس؟ ايش يا بوبس؟ ايش يا بوبس؟ السلام عليك السواد وعلى كزوزه كزوز. بيبسي يالا طعمه حلو قوي ومقفول. دلوقتي مش عايزين نقعد نرغي كتير. قبضته كام وحقي فين؟ بص ايه خد دول. أيوة. كل ما تحتاج تعالى. ربنا يكرمك يا راجل طيب وما نحترمش. السلام عليكم يا معلم. السلام يا معلم. رضا رضا الحمد لله. السلام عليكم. السلام يا زيري بيو. الله يسلمك. السلام يا زيري بيو. بابا مين انت؟ هتصيعي ده مسجل وكان عليه 600 قضية اغتصاب جمال. بابا؟ ايوه بابا. واسألي بقى ماما مين بابا وكان بتروح فين ومع مين في الكهف اللي في اول الصحراوي. اصحي اختي لبتخوني ولا تشوفوه ولا نيلة. انا هرش الفيلم من اول وبعون الله هنعمل معاكم الصح. هاتي ده سكر حلوة الدنيا سكر شرارة سكر حلوة الدنيا سكر لا 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 ميلة خلي الدنيا جميلة جميلة. الله 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 والله الدنيا هتبقى جميلة ان شاء الله. خلصت الزفت اللي بقالك ساعة بتلف فيها دي؟ مش عارف معقرة معايا ليه رزلة حلواني. ايه شكلك بتحب يا حلواني؟ شكلي بحب؟ يا لهوي ده انا غرقان في الحب يا اشرف غرقان. طب ممكن سؤال؟ اسأل حبيبي. لو القردة بتاعتي مغلباني اعمل معاها ايه؟ الايه؟ القردة مغلباني اعمل معاها إردة. ايه؟ قردة قوم ياض من هنا وما تكلمش معانا في الرومانسيات. قردة ايه ونيجي ايه؟ والله انا مش مصدق نفسي. حلواني حلواني هيتجوز. أيوة. وتبقى زوج بقى وبكرش وتهمل بقى في شياكتك وفي تسريحة شعرك. ليه التشاؤم ده يا ابني؟ ليه؟ ما انا اشوفكوا برضو مرة في الشهر بتاع. انتوا صحابي واخواتي وبعدين الاستقرار يا جماعة. ولا هعمل في شكلي ولا حاجه. شكلي ونيله ايه؟ وانا لينا شكل؟ ما احنا مبرطعين في الصحراء والرمل والناس حبانا وخلاص. انت طول عمرك شيك يا حلواني. الله يخليك الله يخليك يا اشرف. بس هيبقى في التزامات هتعمل فيها ايه؟ التزامات في ايه يا ابني؟ الاكل اي صيده بتيجي كلنا بناكل مع بعض. احنا كلنا 45 واحد. اللبس مراتي هتضرب الجلده وتمشي. يعني مفيش تكاليف. انا مبسوط. شجعوني. صح فرحك عندي حبيبي حبيبي. عقبالكم عقبالكم. بس هتسكنوا فين يا حلواني؟ يا عم هنترمي ورا اي جبل. انت شاغل نفسك ليه؟ انا سمعت ان في كهوف في حدائق الادغال حلوه قوي. لا غالي يا موتو ثلاث ارباعها نصابين. خليك في حالك انا هتصرف. وهتخلي بقى مراتك تشتغل يا حلواني؟ طبعا تشتغل. انا راجل متفتح. تنزل تصطاد معايا وانا طول النهار اجري لوحدي في الحر. هي تنزل تجيب ارنب خروف اي حاجه للبيت. ولما تشتغل يعني هتبقى راجل انت ازاي في بيتك يعني؟ لا دي حاجه ودي حاجه. راجل في بيتي دي قصه ثانيه. وانت عارف ان انا راجل. انا متفق على كل حاجه. هتمشي على اللي هقوله بالملي.
مفيش هزار، مش تضرب لي جلده وتمشي بقى بكتف عريان في الصحراء وفي وسط الجمال والكلام الفاضي ده، هتمشي هي واهلها بالجزمه، يعني سوري يعني. لا 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 مفيش. الان قال ما يا ابوها يا حلواني. يا جدع ابوها مين؟ انت شايف الفيلم ده بيتدرب على قفاه وتافه، ما تقلقش. ايه ده ايه ده؟ ايوه هي دي حلواني؟ لا حلواني مش هي. لا مش هي، لا هي، هي في غيرها في القبيله. مش هي، اسمع كلامي، هي بنت خالتها افتكرتها، هم اصل العيله كلها شبه بعض. امشي يا بت، امشي، روح قولي لها انا جاي بعد شويه. يلا امشي امشي. قوم فين؟ شكلها هي، شكلها هي. طب ممكن اقعد مع اصحابي شويه؟ يلا قوم فين. انا مش قلت لك بطل القرف ده؟ حاضر حاضر. انت قاعد معاهم تاني؟ حاضر حاضر. ما هم اللي بيجوا يندعوا عليا وانا باجي من نفسي. وسع. حاضر يلا. حاضر عادي يا جماعه، ما فيش حاجه، هي بتنشف فجاه، بس هي اما تعشروها هتحبوها والله. حاضر حاضر حاضر. اتفضل. ليه الزعيق قدام اصحابي؟ ليه انت مزود معايا في الكلام؟ مش بزود ولا حاجه، بس انا قاعد مع اصحابي شويه، ما فيهاش حاجه يعني. ممكن اقعد خمس دقايق؟ انت ازاي تطلع من غير ما تستاذن؟ كل ده هزار، كل ده هزار، خلي بالكم. كل اللي بتقوله ده هتلاقوه في الاخر هزار. تعرف بس البنات يعني بيبقى دمهم تقيل في الخطوبه شويه، فاكره ان دمها خف. حلواني اتلم. هتلمي في ايه؟ طب ممكن اسبقيني وانا هحصلك. انا هحصلك. بتقعد لي مع المناظر الزباله دول؟ لا دول مش زباله، دول اصحابي لو سمحتي كده كتير قوي. اتفضلي. بص على اشكالهم والزفت اللي بتشربوه، جت كل قرف. احنا ما بنشربش حاجه، واشكالهم هي نفس اشكالنا. طب انت هتطلع حلواني؟ دول صحابي. بس بقى كده كتير قوي. ايوه اصحابي ولازم تحترميهم. اتفضلي اتفضلي، شوفي شكل ابوك احسن. قشطه يا شباب. يلا وديني. اوكي اتفضل. عادي كل ده. اتحرك. حد شاف حاجه؟ جات كل قرف. مش قلت لك يلا لمي لي عليا الحاله دي؟ وعرفنا سيد الرجال، عرفنا عين الاعيان، عرفنا سيدي. ولا ايه ده؟ ولا قوم روحوني. ايه حلواني؟ قوم روحوني البت دي، انا مش مطمن لها. وبعدين ابوها، ابوها شكله شام خبر، انا شايفه جاي هو ناس من بعيد. قوموا تعالوا معايا. ابوها هايف عمل كل ده؟ ايوه الهايف. مش حذرتك من ابوها حلواني؟ يا سيدي حذرتني، طب اعمل ايه؟ قوموا امشوا معايا كده عزوه وارجعوا تاني. وحياه ابوك ادي الجواز اللي بناخده منه. هتقوموا معايا ولا مش هتقوموا؟ مع نفسك يا حلواني. حاضر حاضر. ماشي ماشي، على الله اشوفكم في الفرح. ماشي جاي. وعرفنا سيد الرجال، عرفنا عين الاعيان، عرفنا سيد الرجال، عرفنا عين الاعيان. عيني عليك يا حلواني. يا حال حب طحالب دي حلوه قوي. يا ناس يا هو، يا نهار اسود ومنيل، حد يغتني؟ مين هيغتني؟ مين هيغتني اصلا اذا كانت الدنيا فيها 24 واحد وكلهم قرايبه؟ عاجبك؟ عاجبك اللي بيحصل ده من ابوك وامك؟ اسكو سا في سي مي بارون. بارون؟ وي. ماشي خليك انت دايما في صف اهلك، خليك هينفع. ايه ده؟ هو بيشمني ليه؟ انا اسف كلب ولا ايه؟ حبيبي دول بيحيوك. دم كمان بتشمني؟ دي التحيه عندكم في الاسره؟ تحييهم. لازم ارد التحيه صح؟ لازم. طبعا ده حمايه، حبيبي حمايه. استغفر الله العظيم يا تعالي. ريحة أهلك وحشة قوي. سوري أنا آسف، بس فعلاً فعلاً قذارة. إيه ده؟ جاري طول النهار بشوفهم أنا رمح في الصحراء والتراب، ولا دوتش ولا زفت. خلصني بقى عشان هرجع في الجوازة دي. فكني فكني. أنا عملت إيه؟ عملت حاجة غلط؟ أنا عملت حاجة غلط في بنتك؟ أنا جيت دقيت بكوخ ودخلت وقلت عايز الحلال، جوزاني. إيه يا حيواني؟ أنت عايز تقعد مع بنتي في الدارة وأسيبك؟ تقعد مع بنتك في الدارة؟ انا بقعد مع بنتك في الدار. بس دي بني ادمه زي زيها، في ناس تانية بتقعد مع جمال. ها مش عايز انا سياح لك. ها الولية دي خيلاني وقلقان، هي بتيجي كده كتير ماما مالها؟ سما ماما ايه ليكم سا ليكم سا. طب ماشي انا بفهم، بس يا ولية اثبتي بقى، الله يخرب بيتك. ابوس ايدك انا يعني. بص اقر يا حماية طلباتك. وانت هتقدر على مهرها بداية من البداية؟ بداية من البداية يعني انت فضائي ابن فضائي من انت بدائي. بل انا عايز اقول لك على حاجة، المارينا الابلكاش دي ما تحطهاش على كتفي ابدا لو تكرمت. انت ده بالنسبه لك دراع، ده موضوعك انت. كلمني ببقك ده، حتى بق كلمني كده، ما تلمسنيش. بس اسف المتكسر، وريني بقى شخل جيبك هتعمل ايه. ايوه ادفع واشخلل، وعندي مهر 100 100. الوليه دي خيلاني قوي. ما كلمي امك، ما كلمي امك. مامي بس
ماني بس ده اللي قدرت عليه يا عم. خلاص ما تقعدي بقى، اقعدي بقى، دوختيني بقى. ده ايه ده؟ انت عايز ايه؟ مهر ايه ونيله ايه؟ بقول لك عندي جمال، عندي جمال وانا هرشك. ها ايوه تحب انت تركب جمال. انا عارف انا عارف. عايز ايه؟ عايز ايه اكتر من المفاجاه اللي انا هقولها لك يا عمي؟ انا ان شاء الله هبني لها بوابه بشتغل فيها من اول ما اتولدت، يعني مش كتير يعني. ما كانش في حد على الارض، جمعت كل جنوز الارض من جواهر وعملتها في البوابه دي. هقدمها لها يا وليه. اقعدي بقى، اقعدي بقى. هقدمها لها هديه، ايه رايك؟ بوابه يا حلواني. ليه يا عم؟ في ايه ده؟ انا ودني اهي وانا واقف جنبك. في ايه؟ احنا جد نجري ورا بعض. ما تتكلم عادي يا عم. عايز مني ايه؟ ايه اللي في الكلام؟ ايه اللي في الكلام؟ لما تقدم لها عريس وكان بديلها كمباوت، هتبني لها انت ايه يا حلواني؟ هيبني لها كمباوت ولا كمباوت ولا نيله؟ بقول لك ايه؟ بص هبني لها كمباوت. ورحمه امي انت لو ما ثبتتي لا ادفنك في هنا، هتفنك قدام الحيوان اللي انت متجوزاه ده. مش هيهمني حد. كلها هتثبت يا حاج بقى لو تكرمت. ده كده كتير. هنبني لها زبط كومباوند. في اي طلبات تانية؟ الموقع. موقع بتاع ايه؟ بتاع كومباوند. موقع ايه؟ ولسه في دنيا؟ ما كل اللي قدامك ده موقع. هتفرق ايه الارض دي من الارض؟ انت اهبل. بص في الصحراء ونقي وانا هبني لك. تأمر بحاجه تاني؟ ايش يا عسل؟ ظبط نفسك وكلمني يا حلواني. ابوك عسل، ابوك شربات على فكره. هو يبان ضخم ومرعب بس هو تافه جدا جدا جدا. ايش يا حمام؟ انا ماشي طالع صحراوي. غوري في داهيه، غوري في داهيه. ميرسي بابا. امسك الليه دي ولا ارميها في اي وادي. بص صاحب امك ازاي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. خلصيني بقى، خلصيني. اخيرا اخيرا هنتلم في كهف واحد. اخيرا اوعدك اوعدك مش هبني لك كومباوند. بصي طول ما انت ماشيه كل اللي انت شايفاه ده هيتبني وهيبقى بتاعك. يعني هقول ايه؟ انا ماشي بس مش وداع، مش وداع. واحييك بتحيه ابوك وامك. انا عرفت ان انت بنتهم. انا عرفت، انا عرفت. طب هما ناس كبار وكبروا في الصحراء وتهطلوا عادي ينسوا واستحموا، لكن انت لسه صغيره وعروسه. يعني المفروض ده ما ينفعش، ما ينفعش. استحمي في ورا الجبل دوت، في وادي روحي اترمي فيه. روحي. واضح لازم افكر في الجوازه دي. سوري، باي باي وهتصرف بعدين. باي باي. ده انا هرجع في العيله دي. ايه القرف ده؟ النهارده يا حبيبتي هيكتمل حبنا وتكتمل فرحتنا بافتتاح البوابه العظيمه اللي انا عملتها لك. هتنبسطي وابوك هينبسط ان شاء الله. اهو شرف اهو. نقول ايه؟ امك جت معاه برضه. اهلا وسهلا. ابوكي ماشي ورا جنازه ولا ايه؟ اهلا يا حمايل. اهلا. مين الجماعه؟ اهلي واهل العروس. دول اهلك؟ اه حبيبي اهلي. مالك متنيكه قوي كده؟ ايه المستوى ده؟ اهلا وسهلا، شرفتونا، تشرفنا، فرصه سعيده. اهلا وسهلا. حييهم. ما انا حييتهم. اهلا وسهلا. لا شمه. شم مين؟ استنى يا اخ، استنى يا اخ، لو تكره شم مين؟ ده خالي. لا لا لا، موضوع الشم ده كفايه ابوك وامك. بص يا عم، طول ما انا متجوز بنتك الطقس ده انا مش هعمله، مش هشم حد عشان خاطر. تعالى. خرب بيت ريحه خالك على عم. ايه تقليد النيل ده؟ ومين العبيط ده كمان؟ عمي. اهلا وسهلا. مش هشم الراجل ده. هو هيشم. خلاص 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 يا عم. ايه ده؟ ايه ده؟ لا في حاجه غريبه في العيله دي. يعني الشم بالنسبه لهم حاجه مهمه. ايه التحيه الغريبه دي؟ تراديشن عندنا. تراديشن عندنا. اهلا وسهلا، شرفتونا ونورتونا. خير؟ جايين الفرادي وعلى الكمباوند. على ايه؟ على الكمباوند. ابوك لسه مركز في الكمباوند. كمباوند. اه اوعى تفتكر ان انا نسيكي. ايوه اهمدي عشان هدكك في الارض هنا. انا صحيلك، انت مقصره فيا جدا. بقول لك ايه، تعال اقول لك. كومباوند ايه؟ انت قبل ما بتدخل كومباوند بتدخل منين؟ بوابه. خلاص انا ابتديت بالبوابه، والكومباوند ده بعد كده بقى ابني انا وخطيبتي طوبه طوبه وزلطه زلطه الموضوع ده، لكن مش بسرعه كده. ولا ايه راي حضرتك؟ سيل تبلي بابا، سيل تبلي دي وي. مبروك. الله يخليك. بس انا عايز اقول لك حاجه كمان، نصيحه، ان انا بقيت زي ابنك دلوقتي. انسى موضوع الفرح ده خالص. اسمع كلامي، تكلفه على شايفك شايفك شايفك. ارجعي، انت بتستنيني اندمج وبتستعربي زي السحليه كده. اقف في مكانك، امسك الولاد دي. مصاريف بالاونطه، مش هنقعد احنا نكلف ييجوا الصيع الحراميه دول ياكلوا. دول عايزين 40 بقره. اسمع كلامي، انا ما بحبش الفصال، بلاها الجوازه دي. لا يا بنت، استنى استنى بس، استنى يا عم. بلا ايه ده؟ ابوك بيقفش ليه كده يا عم؟ اهدى. خلاص هنعمل زفت فرح. مبروك.
هو ابوك بيعمل كده ليه؟ ايه الحركه دي؟ احنا اتجوزنا. تتكلم بجد؟ هو كده يعني اتجوزنا؟ انت عندكم كده اتجوزنا؟ كده اتجوزنا. تتكلم بجد؟ مع اني عايش معاكم في نفس الجبل واول مره اعرف الموضوع ده. طرقعه واحده جواز؟ ولو حبيت اطلقها ثلاث طرقعات صح؟ ايوه صح كده. حلو ده، خلي بالك اي حاجه هتخنقيني هطرقع لك على طول. ايوه مبروك يا اهلي، مبروك يا حماي، الف الف مبروك حبيبي. حلوان شايفك شايفك شايفك، ارجعي مكانك. بقول لك ايه، بالمناسبه الحلوه دي بقى تعالى نفتتح الشريط بتاع البوابه. ها نفتتح الشريط. هات السكينه وانت واقفه مكانك، عارفه لو خطيتي خطوه ارطم لك رجليك. هاتي ده انت روش. سيبي اولايا الاولاد ده انا خاف منها والله العظيم. امك شكلها في الاخر هتطلع مش حقيقيه وهتفاجئنا وهتطير. اسمعي كلامي، لا مش مننا. بص الناس كلها حاجه، بص هي غريبه، ربنا يستر دي ما تدخلش البيت على جثتي. ممكن نفتح البوابه؟ نفتح البوابه. مبروك يا مدام، مبروك 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 يا جماعه، مبروك مبروك مبروك. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. يلا مبروك الف مبروك. اهلك يا عرو يا عرو، مش بهزر سوري يعني. ما ايه ده؟ لا they are very nice. نايس ايه؟ مليت ايه؟ كله رفيع مش لاقي ياكل وهدوم مقطعه. بقول لك يا حمايه تعالى عاوزك، تعالى عاوزك. ايوه حلواني. لا ثانيه بس، الناس دي رايحه فين؟ رايحين يخشوا جوه البوابه يهببوا. ايه اتفرجوا على ايه جوه؟ مفيش حاجه. اتفرجوا على ايه؟ فانت بعتهم كده اي هبل في الصحراء وخلاص. في جوه تعابين خلي بالك، ما احنا بناخدها. طب الف هنا. بقول لك ايه، انت عشان طلعت وجدع معايا ووافقت على كل طلباتي، انا هعمل لبنتك احلى فرح. ايه رايك؟ مبروك يا حلواني مبروك. ما تحطيش ايدك عليا، مش ايد دي. الف مبروك الف مبروك. مع السلامه، مع الف سلامه. روح شمهم شم بعض لحد ما اجي لك. انا هاخد بنتك كده في الصحراء انا وعروستي. معاك الله. اصحى ولا 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 ولا. كل هدو فوق، كل هدو فوق، كل هدو فوق. وفين السقفة رجالة؟ الحفلة لسه شغالة، ومش هنقول أسامينا عشان إحنا عدينا في فرح حبيبي وأخويا الحلواني. جينا وهنينا، كل هدو فوق، كل هدو فوق. اللي يحب حلواني يقول إيه، حب حلواني يقول إيه. حلواني يعني الرجولة، حلواني يعني ابن النيل، حلواني بنحيي هنا كل جبل في المنطقة، وكهف كهف، وطول ما العجلة شغالة الكهف بيجيب رجالة. وبنحيي عروستنا الجميلة، فتاة الوادي، فتاة الجبال، فتاة الليل، صاعدة الثعابين، منار الجيار. وكل اللي يحب حلواني يقول ايه، اصحى. مبروك يا حلواني. الله يبارك. مبروك يا عروستنا. الله يبارك. قاعد الوليه اللي وراك دي، قاعد مراتك، قاعدها. انا دلوقتي هعرفك على عيلتي. لما انا شفت عيلتي كنت ما شفتيش عيلتي. ناس طيبين قوي قوي قوي، غير اهلك خالص. دول اتنين ولاد خالتي، اول اتنين اتولدوا توأم راكبين فوق بعض، لا بياكلوا ولا بيشربوا ولا بيتكلموا. هما الاتنين طول الوقت يا عيني يرتاحوا تحت الشجرة، يلعبوا في تقوم بعض كده يعني. باي 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 باي. انبسطوا انبسطوا انبسطوا. العروسة وما بيتكلموش ولا حاجة، هما راكبين على بعض كده وبيلفوا الصحراء ليل ونهار يعني. طيبين قوي طيبين قوي. اهلا وسهلا، شرفتنا شرفتنا. هو هو مين ده؟ ده ما اعرفش، بس يعني ابويا اما اتقتل في الحرب الاخيرة ديت وهو بيموت قال لي خلي بالك من عمك، فيعني نورت. بس راجل طيب. ها هاي هو ها ها نورت يا عم، نورت. ده مشو بقى التافه بتاع العيلة. أمر أمر وقعدته جميلة. والعلم بزنس مان كده. معاه توكيل عظم. بصي بصي الأنواع، بصي. اوعى تكون جايبها لنا هدية، حاجة بسيطة كده. لا ده كتير قوي كتير. ليا طلب تاني. أؤمر يا مشو. واحد صاحبي هينحكنا كده سوا مع بعض. يلا حبيبي. هو هيطول شوية. مرسي حبيب حبيب، عايزك تولع الفرح. عقبالك عقبالك. تعالى ما تتكسفش، تعالى ما تتكسفش. ده ابن عمتي، مخلوق بيضحك على طول فظيع. بصي بصي لو سكتنا احنا، بصي هو يعمل حاجه ظاهره في الجبل، ظاهره ظاهره. وبرده مش تافه، تاجر جلود من اللي هو. بصي بصي جايب لك ايه؟ هديه بسيطه. تعبت نفسك يا اخي، تشكرين عقبال ليلتك. حبيب حبيب وبتسمع على طول. جميل، انت شايفه عيلتي؟ فين البوفيه؟ وفين اللحمه؟ ده الفرق بين عيلتي وعيلتك، شايفه ابن المفجوع ابوكي ده؟ اتفضل يعني. خد الخروف ده لوحده، يلا ازقز فيه واحنا هنجيب للناس. اوكي بصراحه يا عر بابا ايه؟ يعر بصراحه. اصحابي هيعرفوا يغني، هيدلعوا لك الفرح. ما تخافش. بتغني انت يا حبيبي؟ ده حلو قوي. تكلمي بجد؟ اه والله والله. لا غني، عايزه حاجه تاني. يلا غني حبيبي. حلواني يا حلواني.
فاكرين الجو بتاعنا؟ الاغنيه اللي كنا بنقولها واحنا في واحنا رايحين الكبرتاج بتاعت الاتوبيس دي؟ ايوه فاكرينها؟ يلا واحد اثنين ثلاثة. بدائي 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 أموت أعيش ما يهمنيش، أموت أعيش ما يهمنيش، أموت وأعيش ما يهمنيش، أموت أعيش ما يهمنيش.